السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردوا السلام بأحسن منه إن أردتم. تعالوا أولا نشكر كل الناس اللي كانت تطمئن على صحتي، وفي نفس الوقت برضو نحب إن احنا نقول حاجة بعد إذن حضراتكم. هو مين اللي قال إن أنا عندي كورونا؟ سؤال بسيط على قد الحال، مين قال إن أنا عندي كورونا أو مين قال إن أنا عندي أوميكرون؟ المتحدث اللي بيتكلم دلوقتي هو نفس الشخص اللي كان بيتحدث أول الأسبوع اللي فات، اللي هو قال إيه نصاً؟ قال أنا تقريباً أو غالباً. حلو؟ قال إيه؟ تقريباً غالباً. أليس من حق الإنسان أن يتشكك إذا كان تعبان ولا لأ؟ أظن من حقه. الفيصل دائما يا جماعة، الفيصل هو الطب، التحليل، المسحة، البي سي آر، الأجسام المضادة إلى آخره. أنا أقدر أتفهم إنه ناس تقلق، أتفهم حق الناس إنها تقلق، حق الناس إذا شخص جاء قال والله يا جماعة ده أنا مريض بالمرض الفلاني وهو مرض معدي، الناس تقلق وتخاف وتتشكك وتزعل وتتضايق. بس كمان أنا ما بتفهمش إنه كل يدلي بدلو فيما لا يعرف أو يؤكد أمر لم يؤكده صاحب الأمر. في الحالة دي أنا صاحب الأمر، بدل البي سي آر اتعمل واحد واتنين، وبدل الأجسام المضادة اتعمل تلاتة، ولا أوميكرون ولا كورونا، هو دور برد سخيف بالظبط زي ما أنا وصفته. أنا ما بحبش حتى أقول كلمة أنا دي، زي ما العبد لله وصفه، دور برد سخيف. وقتها أنا قلت إيه؟ قلت تقريبا أو قلت غالبا والسلام عليكم. وحتى أنا كملت قلت ومش دي القصة على الإطلاق، أنا عندي دور برد تقيل حبتين وجاي علشان كذا وكذا وكذا وكذا. الحمد لله وشكر لله هو ولا كورونا ولا أوميكرون، هو فعلا دور برد، أدي كل القصة يعني، وشوية دواء ما أقدرش أقول اسمه بس دواء برد، يعني مفيش أي حاجة تانية غير كده. البي سي آر والمساحات والأجسام المضادة وخلافه كله قال مفيش أي حاجة على الإطلاق لحد كده وتمام. إلا أنه هذا لا يعني أنه البني آدم ما ياخدش احتياطه. لازم تاخد احتياطك، لازم، وتاخد احتياطك من الانفلونزا، وتاخد احتياطك من البرد. كل ما يتم الحديث عنه حول مسألة المتحور أوميكرون، المتحور الجديد على الكوفيد 19، من أنه سريع الانتشار، طبعا وارد أنه يجي لناس كتير، طبعا أعراضه مشابهة للبرد، أيوة فندم، وعليه خد احتياطك والبس الكمامة زي كل زمايلي ما هم لابسين الكمامة، ورش المطهرات زي ما كلنا لازم نرش المطهرات، ونحافظ على التباعد قدر الإمكان زي ما لازم، ده اللي يحصل طول الوقت. في كورونا أو ما فيش كورونا لازم تحافظ على صحتك، في كورونا ما فيش كورونا لازم تحافظ على طريقة تغذيتك وساعات نومك، ولازم قدر الإمكان إن وجدت في نفسك، أنا بقول لك أهو بقى وأنا أنصح نفسي، إذا وجدت في نفسك أي شبهة لسخونية، لكحة، لعطس، لالتهاب في الحلقة أو الزور أو الحنجرة، لشوية هدة حيل، خد احتياطاتك، فيتاميناتك، اعرض نفسك على الدكتور، أدويتك، وتعمل المسحة. ليه؟ علشان تستريح أنت حتى ما بينك وما بين نفسك، مخك ما ياخدش ويجيب ويودي إلى آخره. كل اللي أنا طالبه من الناس يا سادة يا كرام، مفيش داعي للاستباق، لكن طبعا أي شيء يجرى بيبقى له وجه لطيف جدا. إيه الوجه اللطيف اللي حصل الأسبوع اللي فات؟ الوجه اللطيف اللي حصل في الأسبوع اللي فات إنه أنا أستطيع أن أجزم وأبصم بالعشرة، ده أكتر برنامج بيتشاف مش بس في مصر، بيتشاف في الشرق الأوسط، لأنه كل هذه الضجة وكل هذه التعليقات وكل هذه الفيديوهات ما بين الذي يعني يرجو السلامة وما بين حتى الشمتان الله يسامحه ويجازيه على شمته، وما بين من يتمنى الشر، وما بين من يضمر شيء في نفس ابن يعقوب، الموضوع ده بيقول برنامج التاسعة، وبالمناسبة بجهد كل العاملين، كل الزملاء، كل الناس، واضح جدا 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 انه اكتر برنامج بيتشاف. وإلا ما كانش كل الهوسه دي حصلت، مش كده ولا ايه؟ مش ده المنطق ولا ايه؟ حد مختلف معايا؟ انا ديمقراطي صحيح بس لا اسمح بالاختلاف طبعا، مش كده؟ اهو سموحي صديقي بيقول هو البرنامج الحمد لله والشكر لله، وده فضل وعدل من عند ربنا انه يتشاف كويس. بيتشاف كويس ليه؟ ده بقى وجهه نظر متواضعه بسيطه، لانه بيتكلم بلسان حضرتك.
لأنه مفيش فيه لا فزلكة ولا حزلقة، ولا في ترويج شائعة، ولا في عدم تيقن، ولا بنقول حاجة ما هياش متكاملة. ده برنامج الكل بذل فيه مجهود علشان يوصل لحضرتك صح. يعني ايه يوصل لحضرتك صح عزيزي المواطن، سيدي المواطن؟ وانا من الناس اللي مقتنعة بان المواطن هو السيد دائما. يوصل صح يعني يخدمك ويدي لك معلومة ويسمح لك بالمناقشة والتحقق والتبين. مش دايما كنا نقعد نقول في البرنامج ده دور ورايا، اتأكد، تيقن، تحقق؟ ده اللي لازم دايما تعمله في اي حاجة. قريت حاجة، تحقق وتأكد. سمعت حاجة، تحقق وتأكد. شفت حاجة، تحقق وتأكد. البلد كل حاجة فيها بتتغير يا جماعة، وأظنها بتتغير، لا مش بأظنها، عندي يقين كامل أنها بتتغير دايما للأفضل، وبتتغير للأفضل بكتير. كل اللي احنا شفناه في بلدنا خلال السبع سنين دول بيقول ان البلد بتتحرك لقدام، بيقول انها بتتغير. احساس المواطن بانه رئيس الدولة على سبيل المثال هنا للحصر سمعك وشايفك وحاسس بيك وبألمك او بأملك، شوف هنا بقى نفس الحروف ولكن اختلفت، ألمك يحس بيه وأملك برضو حاسس بيه، فيحاول أن يلبي الطموحات والآمال، ويحاول أن يمسح هذه الأوجاع والألام. فتيجي قصة صاحب التاكسي اللي حضراتكم أكيد عارفين القصة بتاعته، واللي شم ريحة الحريق وبسرعة هرب من التاكسي بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادته قبل ما التاكسي يحترق ويتفحم زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. حلو، قد تبدو دي حادثة عادية ممكن تكون بتحصل كل يوم. احنا بنتكلم هنا على 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، احنا بنتكلم على اكتر من 100 مليون مواطن. انا ما اعرفش عدد سيارات التاكسي او سيارات الاجرة في مصر قد ايه، لكن بالتأكيد هي مئات الالاف او قل مليون او اتنين زي ما يطلع، مش دي المسألة. يعني وارد ده يكون بيحصل مرة كل اسبوع، وارد وارد لا. المهم انه لما حصل حاجة زي كده في بني آدم راجل محترم بياكل عيش من على التاكسي ده، تحدث عن وجعه أو ألمه زي ما قال كده، ده عم سليمان حسين سليمان قال لك أنا حسيت إن حياتي بتروح كده خلاص. مش حياته بتروح لأنه التاكسي كان هيتحرق وهو جواه، لأ، لقمة عيشه السبب اللي بيفتح منه بيته، واخد بالك؟ فتجد إنه رئيس الجمهورية بنفسه، يعني الرئيس يصل الموضوع فيبدأ يدي التوجيهات للمكتب، المكتب يبدأ يتحرك، نروح نلاقي الناس بتاعة حياة كريمة تصدر البيان بأنه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية يحصل 1 2 3 4، إغاثة هذا الرجل ده أولا، وشراء عربية جديدة ليه عشان الراجل ياكل عيش. والدة هذا الرجل، والدة عم سليمان حسين سليمان، وجهت الشكر الحقيقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لأزمة ابنها وتقديم كل الدعم اللي بيحتاجه. قالت أشكر الرئيس السيسي من دلوقتي لحد آخر حياتي، أشكره على اللي بيعمله لمصر والغلابة والأرامل. احنا معانا حبيبنا عم سليمان حسين صاحب هذا التاكسي. ازيك يا باشا؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا فندم. الحمد لله والشكر لله. انا طبعا عارف الحكايه بتاعه احتراق التاكسي، والحمد لله سبحانه وتعالى اللي نجاك وخرجك منه بالف سلامه، لكن احكي لي على الاستجابه، ايه اللي حصل؟ وصلتك ازاي؟ ان السيد الرئيس في ظل مشاغله ومؤتمراته والبلد اللي بيبيها من جديد انه هيبص لي او هيبص المواطن عادي يعني بامانه، انما هو يعني بامانه يعني بص يعني مش عارف اقول لك، عمل معايا حاجه حلوه قوي، فتح لي بيتي من جديد ان انا اشتغل، فتح لي بيتي ان انا ابتدي اقوم تاني، ابص لاسرتي، افتح اسرتي. راجل يعني السيد الرئيس تفضل مشكورا في كل ده، بيبص بيقول لي قوم اشتغل، قوم اشتغل بدل ما تقعد، قوم اشتغل بدل ما تقف على مصيه، قوم اشتغل بدل، وانا مش بتاع الكلام ده، والحمد لله يعني رضا من عند ربنا، الحمد لله والشكر لله، رحمه ربنا اولا ثم سيد الرئيس يبص لي. وصلتك ازاي الاستجابه بتاعت الرئيس؟
والله وصلتني وانا قاعد كنت بتكلم مع ناس من صحابي ولما وصلتني انا ما كنتش متاكد مره واثنين وثلاثه، حاسس ان في حاجه كده خيال بيعدي من قدامي. ايه جالك تليفون يعني مثلا؟ جالي تليفونات الف مبروك يا عم سليمان، الرئيس استجاب لك والرئيس خصص لك عربيه والرئيس، ما مش مصدق، ايه ده، في ايه يا جدعان؟ في ظل الظروف الصعبه وفي ظل شغله وده ويبص لمواطن عادي تحت في الارض كده، لا يعني حاجه في منتهى الجمال. انا بشكره وبقول له يا ريس جميلك على العين وعلى الراس، ربنا يخليك لينا ويخليك لشعبك واحنا وراك والله في اي حاجه. بقالك قد ايه شغال على التاكسي يا عم سليمان؟ 18 12 12 سنه و18 يوم. ده انت حاسبهم باليوم و11 ساعه يا فندم والله. الله اكبر. عمري يا فندم، عمري وبيتي واكلي وكل حاجه سيادتك تتخيلها. وولادك عندهم قد ايه؟ معايا عبد الرحمن ثالثه تمريض ومعايا منه ثانيه اعدادي. ثالثه تمريض عبد الرحمن ومنه ثالثه اعدادي، شهاده السنه دي يعني ان شاء الله باذن الله. وبتذاكر منه ولا ايه؟ ايوه طبعا يا فندم، لازم تذاكر يعني، ما يبقاش يعني كده وكده، لازم تكون حاجه حتى تفرحني. طب قول لي يا عم سليمان، احنا كنا نصدق زمان ان الكلام ده يجرى؟ لا يعني من 10 سنين 15 سنه كنا نصدق حاجه زي كده؟ لا 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 بجد والله، قول اللي انت عايزه. والله يا فندم لا، حادثه عاديه وعدت وخلاص وخلصنا. حادثه عاديه، ايه حادثه ايه، سواق تاكسي عربيتي ولعت خلاص، اعمل محضرك وخلاص وشكرا وخد عربيتك وامشي وخلاص. طب انا هسالك سؤال. لا مفيش الكلام ده. هسالك سؤال. بص للناس بعين الرحمه في اي حاجه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. وقول لي يعني، خد راحتك. في ناس تيجي تقول لك مثلا ايه، هو السيسي عمل ايه في البلد يعني؟ عمل ايه لمصر؟ عمل ايه للمصريين؟ لا انزل وبص في الشارع، انزل وبص في الميادين، انزل. انا عن نفسي سواق تاكسي بشوف حاجات الله اكبر عليها. زي ايه؟ فرقت معاك ايه؟ طرق، مشاريع، كباري، مصانع، كل حاجه بتتعمل جديده. انت لا انت باعتبارك حاجات كتيره اتعملت، حاجات كتيره اتعملت. ما حدش يضيع حق حد ابدا، حرام حرام، ما حدش يضيع شقه بني ادم. يعني انت باعتبار انك راجل بتسوق تاكسي وبتوصلنا وبتجيبنا، فانت بتستخدم طول الوقت الطرق والكباري واللازم. أيوة انت حاسس ان في فرق بجد؟ ايوه يا فندم، النهارده عشان تقول لي تعالى النهارده من مثلا من الجيزه روح الرحاب، كان في الاول بتاخدها في ساعتين وثلاثه واربعه. كان ممكن تقول للزبون ما اقدرش. ايه؟ كان ممكن تقول للزبون ما اقدرش، الطريق طويل ومش هقدر. وتكلفة عالية. النهارده لا، النهارده ما فيش، عندك 50 طريق تقدر تاخده. وتطلع المشوار عادي وان شاء الله تبقى مربوح. اللهم امين. اللهم امين يا عم سليمان. اللهم امين يا رب. ربنا يا رب يحفظك ويغنيك من عنده. يحفظ بلدنا ويحفظ رئيسنا. ويرزقك بالحلال، اللهم امين. المحترمة اللي دعمتني بكل ادب وبكل خير ورفعت السماعة وقالت لي الحمد لله على سلامتك، انا بشكرهم جدا. كل ناس قالت لي يعني انت فين؟ لا انا بشكرها والله، ناس ما تعرفنيش وناس جريت ورا مني وناس وقفت ودعمتني لا احنا ناس، احنا شعب جميل جدا. ده مين اللي ادالنا الزغروطه الحلوه دي يا عم سليمان؟ فرحانين بيت حياه يا فندم. ده حياه وحياه جديده ان شاء الله. والزغروطه الحلوه دي من عند مين؟ دي بنت اختي اللي تعتبر بنتي بالظبط. ما شاء الله ربنا يخليها. عندها كام سنه؟ سلمى عندها 18 سنه. بتدرس؟ لا القاعدة وإن شاء الله بتشتغل بإذن الله. بدأت تشتغل ولا؟ يلا تشتغل كده وتشد حيلها بإذن الله. طب أنا عايز الزغروطة دي مرة كمان بقى يا عم سليمان، قول لها يوسف بيسلم عليك يا سلمى. حلاوة سلمى. الله يخليك يا باشا، سيد الرئيس حيانا بأمانة بأمانة. مش عايز أقول لك، أنا ثلاث أيام كنت في سواد مظلم لا جدا. بعد الشر عليك يا اخي، بعد الشر عليك. الحمد لله. بعد الشر، ربنا يعزك ويحفظك ويسبب لك كل اسباب الرزق والراحه والبركه فيك وفي الحجه وفي اولادك وبيتك كله يا رب. ويحفظ شعبنا من كل حاجه وحشه، من كل حاجه وحشه يا رب، وجعلنا الرئيس كده عون لينا على طول. اول ما تستلم بقى العربيه الجديده زي ما يطلع المشوار ده لازم يبقى مجاني ولا ايه؟ يا فندم اهل الخير للخير، اهل الخير للخير. وربنا يسر، انا ناوي ان شاء الله اعمل حاجه يعني باذن الله اللي قدرك عليه ربنا سبحانه وتعالى. كلام. ربنا يجعلك انت كمان سبب في الخير يا عم سليمان، ربنا يخليك يا رب ويديلك الصحه ويبارك لك في الموجود، اللهم امين. عم سليمان حسين صاحب التاكسي المحترق. قال له قال لك
هو السيسي عمل ايه لمصر؟ ادي يا عم سليمان كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نروح نشوف في التأمينات، لو احنا عاوزين نجاوب على السؤال السيسي عمل ايه لمصر، التأمينات تخيل هي اللي بتطلب وتنادي وتناشد حاملي البطاقات الزرقاء في عدد من المحافظات، بتقول لهم يا جماعة البطاقة اللي معاك دي expired، الصلاحية قربت تخلص، قربت أو بالنص أهو قربت تخلص، مش خلصت قربت تخلص، فلو سمحتوا تعالوا بدلوها. يا دين النبي، يعني للدرجة دي تبقى الدولة هي اللي بتجري ورا المواطن تقول له خلي بالك الكارت اللي معاك قرب يخلص، تعالى عشان تبدل الكارت وتاخد الكارت الجديد، أنا الدولة خايف عليك وخايف على فلوسك وعلى مصلحتك وانا اللي بجري وراك. احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد سعودي، نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الله يخليك يا فندم. بقى معقول يا فندم انا راجل عندي 47 سنه اهو كده الشهر الجاي، انا ما شفتش الدوله بتجري ورا المواطن تقول له والنبي تعالى غير الكارت اللي معاك؟ هو حضرتك زي ما انت بتقول كده، هو هي كانت دايما زي ما بقول المشاكل اللي بتواجه التأمينات دايما ان التأمينات دايما متأخرة خطوة لورا. من بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وعرض الرؤية على فخامة الرئيس ابتدت التأمينات تاخد خطوات إيجابية لقدام وابتدت تسبق ما تبقاش رد فعل الأحداث، يعني ما نستناش لما البطاقة تنتهي يبقى في مشكلة ونبتدي ايه والمواطن يشتكي ويبقى في تكدس ومش عارفين ناخد حاجتنا. الحقونا يا جماعة. الخطة دي يا فندم بدأت بقالها حضرتك حوالي سنة ونص تقريبا كده، سنة ونص من شهر 27 بدأنا الخطة بتاعتنا دي. الخطة دي كان عندنا حوالي 6.5 مليون كارت معاشات كروت قديمة كانت مصدرها الهيئة. الكروت دي كانت مناصح العملية سحب بس النقدية، إنما ما كانتش بتقدم يعني مش بطاقة ذكية، ما بتقدمش خدمة إن أنا أشتري أدفع مستحقات فواتير حكومية أو غيره. أيوه بل حضرتك، فبدأنا الخطة دي كان عندنا 6.5 مليون كارت، خيرنا حوالي 4.7 مليون كارت. الكروت دي قاربت ان هي تخرج بره الخدمه، فاضل عندنا حوالي 1.8 مليون كارت. فاحنا عملنا خطه، الخطه دي بنستهدف برضو على اساس الظروف اللي بتمر بيها العالم من كورونا وغيره والتدابير الاحترازيه اللي احنا بناخدها، بنقول والله احنا عندنا 1.5 مليون كارت في خلال 5 6 اشهر اللي جايين دول هنخلصهم. طب هنخلصهم ازاي؟ عملنا مراحل. المرحله الاولانيه خدنا 11 محافظة، المحافظات دي بنناشد الأهالي اللي موجودين فيها، بنقول لها إيه يا أهالينا لو قدامكم 3 أشهر لحد نهاية شهر مارس غيروا البطاقات بتاعتكم لأن البطاقات هتخرج بره الخدمة ومش هتبقى إيه قابلة للعمل. كل مطلوب من الشخص إنه هو يروح مع بطاقة الرقم القومي بتاعته وصورة منها ويكتب على الصورة رقم المحمول بتاعه وهيتقدم صورة البطاقة وهيستلم بطاقة ميزة الجديدة اللي هي البطاقة الذكية اللي هي بدل الكارت الأزرق. بدل الكارت الأزرق. ويسلم بقى الكارت الأزرق وهو رايح بيستلم الجديد ولا إيه؟ لا ما يسلمش كارت خلاص الأزرق، مش محتاج يسلمه، هو ياخد معاه الرقم القومي وياخد معاه صورة من الرقم القومي مكتوب على الصورة رقم تليفونه. رقم تليفون. حلو قوي. انا بحطه في الملف بتاع المعاش بتاعه لو انا احتجته ويستلم كارت ميزه جديد وهو واقف؟ وهو واقف يا فندم. حلاوه. طيب يروح بقى لاي مكتب من مكاتب التامينات والمعاشات. التامينات تابع لمحل سكن. محل سكن. اقرب مكتب للمحل السكن بتاعه. محل السكن اللي هو مقيد في الرقم القومي. اللي مقيد في الرقم القومي. ايوه. هيقدم صورة البطاقة بتاعته وعليها رقم الموبايل بتاعه هيستلم كارت ميزة. طيب هو مش عايز يروح. ماشي. لو هو عنده بقى ممكن لو هو عنده حساب بنكي يجيب لنا موافقة من البنك أو حساب بريدي موافقة من البريد أو عنده محفظة إلكترونية
ويجيب لنا الموافقه دي، واحنا هنحول المعاش على الحساب البنكي او البريدي او المحفظه الالكترونيه. طيب بما ان احنا بنقول ان هو الناس دي اللي هو هنقول عليهم من زمان كده ارباب المعاشات، طيب الناس دي سنها كبير، البعض قد يكون مريض شوية، البعض يبقى قدرته على الحركة صعبة حبتين، ممكن ما يعرفش يطخ مشوار البنك أو ينزل المشوار بتاع مكتب التأمينات، هل في وسيلة تسهل علينا الموضوع؟ طيب أنا هفترض إن حضرتك أنا مش قادر أروح مكتب التأمينات. أيوه. طب ما هنا بقبض المعاش بتاعي إزاي؟ أنا بقى عايز أسهل قدر الإمكان برضه. طيب بلاش كده يا فندم، حضرتك جنبك فرع بنك، يعني كان ممكن يبقى بيعمل ايه؟ كان ممكن يبقى زمان مثلا بيدي الكارت بتاعه لابنه، جوز بنته، انزل يا حبيبي اقبض لي ده من المكنه، فيحط الكارت ويسحب الفلوس. طيب ممكن محفظه على الموبايل بتاعه. حلو جدا، يعني هنوصل له، باذن الله. اي وسيله شايفها سهله بالنسبه له حلو، احنا معاه فيها. يا ميسر الحال، يا ميسر الحال. واحنا مديين المهله لمده 6 شهور من او 5 شهور من النهارده، 5 شهور لحد شهر 6. المرحله الاولانيه بتاخد 3 شهور، مستهدفين المحافظات اللي ما فيهاش كثافات، 11 محافظه. المرحله الثانيه واخدين برضو 4 شهور من شهر يناير لشهر ابريل، تنتهي في نهايه شهر ابريل، واخدين محافظات كثافه فيها اعلى. المرحلة الثالثة الأخيرة من شهر يناير لحد شهر نهاية مايو، وقبل حضرتك بقية المحافظات كلها. طيب المرحلة اللي احنا فيها دي تستهدف محافظات ايه؟ هستأذنك تقول لي بس المحافظات، بحيث انه اهالينا يبقوا عارفين ان هم دلوقتي يقدروا يروحوا يستبدلوا الكارت بتاعهم. المرحلة الأولانية بتستهدف محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح الوادي الجديد وأسوان والأقصر. حلو قوي، 10 محافظات. 10 محافظات، خط القناه شمال وجنوب سيناء، بحر احمر، وادي جديد، مطروح، الاقصر واسوان. الاقصر واسوان المرحله الثانيه، بس ده ما يمنعش ان بقيه المراحل برضو شغاله. طب كويس، يعني انا حضرتك مثلا، انا من القاهره، انا عندي من شهر يناير لحد شهر نهايه مايو ان انا اروح لاقرب مكتب تامينات تابع لي محل سكني اطلب اغير البطاقه بتاعتي. يعني شغال، كله شغال. شغال. يا ميسر الأحوال، خدمة عظيمة، وفي حاجات كده زي ما كنت بقول ما كانش الواحد يتصور إنها تجرى الحكومة وبالذات التأمينات تجري ورا المواطن عشان ياخد فلوسه. أكيد يا فندم، سبحان الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد، كل الشكر لحضرتك. أستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. المئوية النهاردة بتمثل رمز لأعمال الدكتور مصطفى محمود اللي موجودة واللي مستمرة، وهي النهاردة نقطة تطور جديدة في أن احنا مع احتفالنا بمئويته بنحتفل ببداية إنشاء، أو يمكن منقولش بداية، الاستمرار في إنشاء المجمع الطبي والمستشفى والمسجد الجديد في أرض أكتوبر. الحقيقة ده كان حلم للدكتور مصطفى محمود اللي حلمه من أكتر من 25-30 سنة، وإحنا النهاردة بنبتدي نحققه، وإن شاء الله نمشي على خطاه، وإن شاء الله دايما مجهوده واللي عمله في حياته موجود ان شاء الله باذن الله. النهارده يعني هو طبعا يوم تاريخي، لان هو ده بدايه تحقيق الحلم، يعني بدايه بناء المستشفى وفي نفس الوقت المسجد، والمكان ده كان حلم بابا ان هو يبنيه. كان ليه رساله، مش مجرد ان انا يعني اعالج الناس او اساعد المحتاج، يعني بابا كان ليه حلم دايما اكبر من كده، يعني حلمه الانسان المصري نفسه وتنميه البني ادم من جميع الاتجاهات. يعني عشان كده كان حريص المسجد، يعني كان ما كانش في مسجد في الفتره دي مثلا في سينما وفي مكتبات سواء علميه او دينيه وفي رحلات وفي ندوات ثقافيه وندوات علميه، وده كان شيء جديد على هو شايف ان المسجد او الجامع واسمه جامع، ان هو يعني بيجمع كل شيء ممكن يكون بيفيد الانسان. الجمعيه بتاعتنا بدات في جامع مصطفى محمود سنه 75 تقريبا، والنشاط الطبي بتاعنا كان بدأ سنة 89 في مستشفى اللي هي في ميدان لبنان.
وكان حلم الدكتور مصطفى الله يرحمه ان هو يبني مدينه طبيه في 6 اكتوبر، وكنا خدنا الارض دي فعلا. هي المستشفى دي هيبقى المسطح بتاعها تقريبا 5200 متر، حوالي 130 سرير، فيها 6 اوض عمليات، فيها غرف عرايه مركزه، فيها كل الاقسام الخاصه بالطب، بما فيها الجراحات الدقيقه زي جراحه قلب وصدر، جراحه اوعيه دمويه، جراحات المتقدمه كلها هتبقى موجوده في المستشفى دي باذن الله. المستشفى او المجمع الطبي اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي ده بخصوص المئويه، تقرر مجلس الاداره قرر انه يعمل منه 50 سرير لذوق الاعاقات الخاصه. نشتغل على مستوى محافظات مصر كلها، بنشتغل خدمات اجتماعيه وبنشتغل خدمات طبيه عن طريق القوافل الطبيه، بنخدم اكتر من 200 الف مريض في السنه، بنعمل اكتر من 60 الف عمليه سنويا للغير قادرين، غير الانشطه الاجتماعيه اللي بتمتد في كل فروع مصر. شرفت بتولي امامه المسجد من سنه 2013. العمل في مسجد مصطفى محمود اولا مختلف، احنا في المساجد بنواجه انه الفكر المنتشر في اي منطقه، لكن احنا بالنسبه لمصطفى محمود موقعه هو موقع يعني بالنسبه لمصر كلها. المستشفى بيبقى فيها ناس جايه من كل المحافظات، بل يعني بنلاقي ناس كمان جايه تتعالج فيها من الدول العربيه، وبالتالي انت بتتعرض لموضوعات دعوية تمس الجميع، بتتعرض لموضوعات الافتاء اللي هي بتتسأل فيها من البيئة الزراعية ومن البيئة الصناعية ومن البيئة الساحلية، فبتلاقي اسئلة مختلفة من بيئات مختلفة ومن بيئات عربية الى غير ذلك. فلازم الخطبة تبقى مواكبة هذا الجو او هذا التجمع اللي هو لابد ان يوضع في الاعتبار. اهلا 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 بحضراتكم. طبعا الجدل لا يتوقف، لا يتوقف مش بس في مصر، لا يتوقف مش بس في الشرق الاوسط، لا يتوقف في العالم. وبالمناسبه هو الجدل ما فيهوش مشكله، يعني ان الناس تتناقش وتتجادل وتتبادل الافكار والاطروحات، وهذا يتفق وهذا يختلف، ده بالمناسبه من ضمن الشيم الجيده في البشر. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، كيفيه اداره هذه الاختلافات هو ده بقى المهم. أنا بدير الاختلاف إزاي؟ بدير المناقشة إزاي؟ بدير الجدل إزاي؟ هل بديره بالطريقة بتاعة أنا صح وإنت غلط، ولو قلت حاجة غير اللي أنا بقولها تبقى أنت أما إنك كافر، أو أما أنك منحل أخلاقيا، وأما أنك لا تفهم أي شيء، أو أنك مش عارف جاهل، ولا أنا بدير الجدل أو المناقشة أو الطرح المختلف بالطريقة بتاعت طب قول لي وجهة نظرك، قول لي دليلك، أنا أقول لك وجهة نظري وأقول لك دليلي ونتناقش. ودايما دايما، وهنا ده بقى اللي بيفرق، مسألة مجتمع متحضر من مجتمع مش متحضر. المجتمع المتحضر بيناقش الأمور إزاي؟ مش بالعداء، ما هياش خناقة ولا هي شتيمة ولا هي سب ولا هي لعن ولا حاجة خالص. انت بتتفق مع ده حقك، مختلف معاه برضو حقك بالمناسبة. طيب حصل جدل رهيب شديد خلال قد ايه؟ اقل من 24 ساعة. منصة نتفليكس او بلاتفورم نتفليكس الشهير لعرض الافلام والمسلسلات والوثائقيات، وهو واحد من اشهر والاكبر على مستوى العالم، يوم الجمعة اصدر فيلم أصحاب ولا أعز. حلو؟ طيب الفيلم هو بطولة لمجموعة من الفنانين المصريين واللبنانيين، ومن ضمن الفنانين أنا أحبهم جدا عادل كرم جدا، ونادين لبكي طبعا جدا جدا يعني، وفي رأيي دول من أهم الفنانين يعني اللي في المنطقة العربية. شهادتي فيه بقى إياد نصار ومنى زكي هتبقى دايما مجروحة، ويقول لك أنت دايما هتتحيز للمصريين، فأنا مش هتحيز لحد ولا حاجة، لكن أنا بتكلم على فيلم. شفت الفيلم يا يوسف؟ آه شفت الفيلم يا يوسف، شفته كويس. هو نزل يوم الجمعة، أنا شفت الفيلم يوم الجمعة. خلاص كده؟ طيب طيب الجدل أقام الدنيا ولم يقعدها، وطبعا اللي خد نصيب وافر من الهجوم في هذه الحال كانت منى زكي. خلونا ناخد الاول معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي، نرحب بيه اولا. ازيك يا استاذ طارق؟ اهلا وحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله على سلامتك. ازاي صحه حضرتك؟ كله تمام؟ كل شيء تمام.
الجدل الذي ثار في تقريبا 24 ساعة ولم يهدأ حتى هذه اللحظة، فيلم أصحاب ولا أعز اللي تم عرضه على منصة نتفليكس، رأي حضرتك إيه في هذا الجدل؟ وهل إذا شاهدت الفيلم رأيك إيه في الفيلم؟ طبعا شاهدت الفيلم مؤكد. يعني أقول لك بداية أن الجدل ما فيهوش مشكلة زي ما أنت قلت في الأول. جميل. هي المشكلة في أي اتهامات أخلاقية بتوجه هنا بقى يبقى في مشكلة، لكنك تختلف عن الفيلم مع الفيلم مش مشكلة. لا، اللي حصل يعني الجزء اللي احنا ممكن نتوقف عنده هو ان هناك اتهامات اخلاقية طالت منى زكي بدراوة بدون وجه حق، لانها بتؤدي دور. طبعا بتؤدي دور كويس، والدور ده تطلب بعض تفاصيل عملتها. الجزء الثاني، هل الفيلم يدعو للمثلية الجنسية ولا لا؟ شفته كويس جدا، الفيلم لا يدعو للمثلية الجنسية، هو لا يدين بشكل مطلق المثلي، لكنه هو بيقدم احيانا الادانه واحيانا لا ادانه، بس مفيش تأييد. بس وقبل كده احنا لينا قبل كده في فيلمين مصريين على الاقل وقفوا في منطقه محايده، ديل السمكه وعماره يعقوبيان، والاثنين كان سيناريو وحوار وحيد حامد بالمناسبه الله يرحمه. طيب. يا رب. ديل السمكه كان اخراج سمير سيف، ويعقوبيان اخراج مروان حامد. لو انت فاكر الشخصيه اللي عملها رؤوف مصطفى في ديل السمكه طبعا قال لهم انا اتولدت كده، يعني مفيش بيدي حاجه. وخالد الساوي قال ما معناه ان هو ضحيه لانه اعتدى عليه وهو طفل. فعايز اقول ان حتى السينما المصريه في فترات سابقه ومع كاتب كبير لم تقدم ادانه مطلقه. فايه اللي عمله الفيلم ده يجعل مثل هذه الامور تصل لكل هذه الحده ولكل هذا العنف؟ يعني انا شايف ان في تجاوز عنيف جدا وجه ضد صناعه، وبالذات منى خدت القسط الكبير، وحمدي كمشارك في الانتاج خد قسط ايضا بلا مبرر. كل نتفليكس بتقدم اعمال فيها مثليه جنسيه، يعني بعيدا عن هذا الفيلم ده موضوع ثاني، لكن ده حاجه وده حاجه. يعني لكن نحاكم الفيلم كفيلم، ننظر اليه كفيلم، الفيلم لم يدعو للمثليه الجنسيه ولم يؤيد الخيانه الزوجيه. ما هي نادين لبكي عملت علاقه غير شرعيه مع صديق جوزها. هنا برضه دي دراما وبنشوفها كتير في اعمال مصريه، ايه المشكله؟ دي هنا شخصيه نادين لبكي. دي هنا شخصيه دراميه، فازاي نحاكم الدراما يعني؟ وازاي يقول لك منى بتشرب كتير في الفيلم؟ ما هو عادي، الشخصيه بتتطلب ده في عملته. يعني في حاجات كده احكام ليس لها علاقه او منطق. اصل هو غريب ان الناس بتحاكم منى على فيلم، يعني انت بتحاكمها على شخصيتها في فيلم ازاي؟ يعني مش مقبول. لما فاتن حمامه عملت لا انام ايضا قوبلت بهجوم صارخ. لان في خيانه. الناس عاده عشان يعملوا نهر الحب كان في مشكله، لان هي هنا في خيانه للزوج اي مكان بقى، يعني في خيانه لزكي رستم. الفيلم ده اكيد الناس فاكراه كويس، فتفتح حمامه جوز زكي رستم وعامله علاقه مع عمر الشريف. فبيحصل دايما في الضمير كده الجمعي لما يكون فنان محبوب قوي او فنانه، يعني فالناس بتبقى مش عايزاه يعمل اي خطا اخلاقي على الشاشه مع ان دي الدراما. فهي مساله متعلقه بانه منى عند الجمهور حاله مثاليه. وده غلط. هي ممثله في الاخر، ممثله مش بتقدم شخصيتها، هي ممثله فيجب ان تعامل كممثله مش كمنى. طب هنا في راي حضرتك مش بقى كبس كناقد سينمائي يا استاذ طارق، لكن كمان ككاتب، انه ايه السر وراء انه اصبح الجدل بيذهب في احيانا كثيره مش بس على الفيلم ده لاصدار احكام اخلاقيه على صناع الفيلم وممثلينه او منتجينه او مخرجينه؟ ومش بس الفيلم ده، يعني اكتر من فيلم قد يشهد جدل مصحوب باطلاق الحكم الاخلاقي. ليه؟ دي اكبر مشكله بنعيشها، وهو تفشي ظاهره اطلاق الاحكام الاخلاقيه على الاعمال الفنيه بدراوه. وكل شويه تجد انه حد مسك عمل فني ويحاكمه اخلاقيا، مش بيتكلم بقى على المونتاج والديكوباج والموسيقى التصويريه،
واداء الممثلين هي العناصر الابداعيه. لا بيبص بقى بزاويه محدوده جدا ويبتدي يرمي صناعه بضربات تحت الحزام تحت الحزام يعني. وده اكبر حاجه ممكن تعرقل الابداع والفن، ان دايما هناك ضربات تحت الحزام ليس لها علاقه بالمنطق الفني. طيب يجي هنا برضو عندي سؤال، ناس كتير تيجي تقول ما هو أصل الفيلم، يعني حتى بعض من أصدقائي وزمالي وإحنا بنتناقش قبل الحلقة ويمكن قبل حتى مكالمة حضرتك مباشرة ما فيش بدقيقتين، فكانت الناس بتتكلم يعني أنت تخلي ولادك يتفرجوا على الفيلم، فأنا الحقيقة كانت إجابتي أنه الفيلم ده نتفليكس وفوق 16 فوق 16 وكمان عامل تحذير تاني به ألفاظ نابية. خلاص يعني في أكتر من كده، زي ما أجي أقولك ده فيلم رعب، هو أسامي الرعب مصرح بيها في العالم كله، بس على ان لازم اقول لك ده فيلم رعب. في ناس يعني بتبقى متجاوزه ال 20 سنه وال 18 وال 40 ما بقاش تتفرج على فيلم رعب، قلبه يقف، فانا بحذره من الاول. فبالتالي على الجانب الاخر لما اقول لك ده فيلم فيه الفاظ نابيه، في ناس حساسه امام اي لفظ، اوكي ده ما يتفرجش على الفيلم. صح. يعني بالذات ان هناك تحذير. اذا انت اتفرجت عليه وحسيت بتقزز اقول لك طب ما انت ليه اتفرجت عليه؟ طالما ده بيثير جواك التقزز ده كله، انا محذرك من الاول، ده الاكل سبايسي، ده سبايسي، اوكي هقترب منه او لا، بس صح. فالحقيقة انا مش شايف للضجه دي ونائب عام ومجلس الشعب ليه ده؟ ومحاكم كتير قوي، يعني كتير قوي ان تبقى ردود الفعل بهذه المبالغه، كتير جدا جدا. هي منصه مدفوعه باشتراك وما هياش طبعا. عرض عام مجاني يعني بإرادتك بإرادتك تدفع فلوس او ما تدفعش، دفعت فلوس اوكي بقت موجوده، وانت عارف ان فيها انه الاعمال الدراميه في نتفليكس لانها السقف بتاعها غير السقف بتاع الاعمال العربيه. صحيح. فبالتالي او المصريه، فبالتالي انت مدرك انت رايح فين، مفيش خداع مفيش خديعه، لا انت عارف رايح فين. طيب جزء من الجدل واللي كان برضو قائم وثائر، انا سمعت الجمله دي بوداني، البعض قال لي ما هو برضو حط في بالك انه منى زكي على سبيل المثال للحصر ده من ضمن مجموعه صناع الفيلم والمشاركين فيه، هي واحده من رموز السينما النظيفه، فازاي تعمل فيلم زي ده؟ بص منى فرضت عليها السينما النظيفه، هي لم تختارها، لان خد بالك منى ظهرت امتى؟ كان اول حاجه العائله لو انت فاكر كان طبعاً. 94 حاجه كده كويس، كان عندها 16 سنه 15 سنه ومشيت بقى المسيره دي، اللي هو الجيل اللي طلع بعد يسرى وليلى والهام، طلع في ظل قانون مغاير انه في حاجه اسمها سينما نظيفه. فهل تعتقد ان حد عنده 15 سنه او 16 سنه يقدر يقاوم تيار اسمه سينما نظيفه؟ لا، مشيت في التيار وعملت افلام ينطبق عليها تعبير السينما النظيفه، لا للقبلات لا للمايو لا لكل الاحداث اللي انت عارفها دي، لكن هي جواها ممثل قوي جدا، بدليل ان احكي يا شهر زاد كان في خروج عن كل التابوهات الاولانيه، وكان اظنه شكل من اشكال التمرد على المصطلح. مظبوط. وعندك كمان افراح القبه، وده مسلسل درامي برضو كان في خروج عن الحاله دي، فمنى جواها صوت الممثل عالي جدا وعايز يقفز فوق الاسوار دي وفوق التابوهات، لما بتلاقي فرصه، واعتقد انها اختيار صائب منها، هو ان عملت كده. هو ايه اللي ادى قوه؟ ايه اللي بيخلي سعاد حسني سعاد حسني؟ تعدد الادوار اللي بتعملها. يعني اللي ادى تاريخ لسعاد حسني انها انطلقت في كل الادوار. شاديه، ناديه لطفي. طبعا طبعا انا ضربت مثلا طبعا بنجمه واحده، مع كل احترامي طبعا لكل الاسماء طبعا طبعا الاخرى، طبعا طبعا كلهم انطلقوا في مناطق ابعد وبقى في رصيد. يعني مثلا دور العالمه اللي عملته مدام ناديه لطفي كذا مره. طبعا. طب ايه المشكله؟ بالعكس ريري عملت دور ريري كمان، وعملت البروستيوت، ويسرى عملت. يعني عايز اقول ان ده الادوار دي يعني بستهجنها اخلاقيا. اوكي. الو، انا معاك يا استاذ طارق، انا بسمع. بستهجنها اخلاقيا ماشي، بس مش دراميا، دراميا حاجه ثانيه. إذن أقدر أقول أنه الأستاذ طارق يرفض هذا الشكل من الهجوم والحكم الأخلاقي على صناع عمل سينمائي أو درامي. ده صحيح، هو ده الموضوع. طيب أخيرا بقى، تقييمك إيه للفيلم؟ هنا بقى نقد سينمائي، العلم بيقول طبعا. إيه؟ بص الفيلم كان في الجزء الحواري
كان بيحتاج لأنه قائم على الحوار كان محتاج لشوية تكثيف. هو طبعا واضح أن المخرج إدى مساحة ارتجال لل... طبعا دي حاجة أنا أحسها يعني ما عنديش يقين منها لكن أنا حسيتها أنه في مساحة ارتجال عشان تعمل نوع من الطبيعية أمام الكاميرا للأبطال كويس. هذا الهامش أنا شفته لكن كان محتاج لبعض تكثيف في الحوار في المونتاج بعد كده عشان ما تحسش أن في معلومات متكررة بتسأل أكتر من مرة. لكن معقول طبعا ده هو واحد من حوالي مثلا قول 10 أو 12 نسخة بكل لغات العالم اتعمل في نفس الفيلم ده يعني فيلم طلياني ولأنه جاذب للمخرج لأنه في قيد للزمان والمكان وبيفتح الباب أمام أفكار كتير. صحيح صحيح. يعني أنا أشكرك جدا 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 أستاذ طارق كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي. طبعا أنا شفت الفيلم. أنا بالنسبة لي إياد نصار ممثل مصري. يعني ليه؟ لأنه هو مصري النزعة في تمثيله بخلاف أنه أنا من الناس اللي ما بتحاولش دايما تخلق حواجز جنسيات ما بين الممثلين وبعضهم البعض. عارف طبعا أنه زياد فلسطيني فلسطيني يعني لكنه هو مصري مصري النزعة السينمائية لو صح التعبير أو درامية. أنا بالنسبة طبعا إياد نصار كما جرت العادة أداء عبقري عبقري كما جرت العادة. عادل الكرم يمكن إياد حبيبي وصديق يعني لكن عادل الكرم أنا عمري ما قابلته في حياتي لكن شفت له أكتر من عمل. ده بخلاف أنه بيقدم طبعا كان برنامج لطيف جدا على واحدة من الشاشات التلفزيونية اللبنانية. فعادل كمان خفيف الظل وفي رأيي أنه ممثل مذهل مذهل. يعني أنا عادل كرم ده واحد من الناس اللي أنا أتمنى أن أنا أجري معه حوار في وقت من الأوقات وأتمنى ذلك وأرجو أنه يصل ذلك ويلبي الدعوة. نادين لابكي أنا بشوفها مش بس مخرجة أكتر من متميزة بكتير بكتير عدت يعني لكن كمان هي ممثلة عندها ثقل غير طبيعي في بلورة أي شخصية بتقوم بيها. يعني هي قادرة على أنها تجسد أي شخصية. أنا مش بقولك الكلام ده علشان أقولك شوف الفيلم ولا ما تشوفش الفيلم. مش ده الموضوع. الموضوع هو أنه هو أنت إزاي تحكم على حاجة أنت ما تفرجتش عليها. لأن أنا ممكن أقولك أنه نص الناس اللي دخل في هذا الجدل على السوشيال ميديا ما شافتش الفيلم. هو دخل بمنطق يلا بينا نزيط. يعني لقى الناس بتقول هذا الفيلم ينافي الأخلاق ويشجع على كذا وكذا وكذا فيدخل لك لا لفيلم أصحاب ولا يا عم أنت شفته. أدي واحد. اتنين قبل ما تدلي بدلوك في الأمر إلقي عليه نظرة شوفه. ده واحد. اتنين تاني يا جماعة ده فيلم هذا الفيلم موجود على منصة مدفوعة أنت بتشترك عشان تتفرج على هذه المنصة. الفيلم أي فيلم أو أي عمل موجود على أي منصة بالمناسبة. يعني في منصتنا مثلا في مصر واتشت هتلاقي فيه ريتنج معمول ده لسنة عند عمر كام. هل ده فاميلي موفي؟ هل ده 7 بلس؟ هل ده 13؟ هل ده 16؟ هل ده 18؟ وبيتحط التصنيفات. يعني هو ليه 18 عشان كذا وكذا 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 وكذا، ليه 16 عشان كذا وكذا 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 الى اخره. حتى افلام الرعب بتبقى مصنفه ولو ما فيهاش مشهد مسيء اخلاقيا يعني فبيجي يقول لك لا ده الفيلم ده هتلاقي مثلا فيه بلود فايولنس زيادة عن اللزوم فانت ليه مشاهد عنف يعني او مشاهد دامية الى اخره. فعشان تبقى انت عارف قبل ما تتفرج ده في اول الفيلم خالص. فالقرار هو دايما بتاعك. كل ده كوم وطريقة مناقشتنا كوم تاني خالص خالص خالص. يعني لو انت بتسألني انا يوسف رأيي ايه في أخلاقية أجي أقول لك والله أنا ضد كذا وضد كذا وضد كذا ضد كل الحاجات تقريبا كل الحاجات اللي أنا ضدها بالكلية. لكن ده مش معناه أنه أحكم على الفيلم حكم أخلاقي. أحكم عليه هل أنت شفت الفيلم عجبك ما عجبكش ما أخذك عليه نقط الضعف بتاعته من وجهة نظرك نقط قوته من وجهة نظرك كمشاهد فما بالك حتى كمان بالنقاد. لكن إحنا بنتناقش بالشتيمة وبإطلاق الأحكام وإن إحنا نشوه من سمعة الناس ونخوض في شرف الناس وأعراضهم. يا نهار أبيض للدرجة دي؟ لا. تيجي تقول لي
هم الإخوان حلوين ولا وحشين، والإخوان ما بقوش موجودين في المجتمع؟ لا طبعا موجودين. فإن لم يتواجد الإخواني بشحمه وبلحمه وبعظمه وبفروة راسه، موجود بالأفكار اللي بسها في دماغك. الإخواني ده هو اللي علمك النوع ده من المناقشة. لما كنت بتتفرج على قنواته وعلى ما يطلق عليهم مذيعينه وأقطابه وأعلامه وشخصياته، هو اللي علمك أنه المناقشة دايما صوت عالي، وعلمك أنه المناقشة ليها علاقة بالسب والشتم والتلفظ والإهانة والتحقير والتسفيه والاتهام طول الوقت المطلق. ده خاين وده حرامي وده عميل وده غير شريف وهذا مش عارف يعمل كذا وده أخلاقه كذا وده عرض وخد في الأعراض. ده اللي علموه الإخوان لهذا المجتمع ولأي مجتمع دخلوا تنظيم الإخوان المسلمين. الإخوان دول عمرهم ما يشوفوا حاجة عدلة غير هم. يعني احنا لازم نقعد نحكي شوية حقيقي بجد على اللي عملوا الإخوان في المجتمعات اللي دخلوها، وإزاي دمروا البناء العقلي والبناء الأخلاقي. وأكتر ناس أكتر ناس أضرت بسمعة الإسلام والمسلمين هم الإخوان واللي شبههم واللي قبلهم من أيام الخوارج حتى اللحظة اللي احنا فيها، بالقتل وبسفك الدماء وبالسب وباللعن وبالمناقشات القذرة إلى آخره في كل حتة في العالم دخلوها من 1400 سنة حتى هذه اللحظة. تقول لي ما الإخوان بقالهم 1400 سنة؟ لك من أيام الخوارج ما عملوا حاجة عدلة. كل هذه الأشكال من الأفكار المتطرفة، الأفكار المتشددة، الأفكار التي لا تحمل إلا كل ما هو قذر على كل مستوى، دول اللي أضروا بسمعة الإسلام والمسلمين. على كل، خلونا ننتقل لقرعة التصنيفات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. فالقرعة أسفرت عن إيه بقى؟ عن أو هي القرعة بتاعت التصفيات صح؟ مش أنا قلت كده مظبوط ولا أنا بلخبط ولا إيه يا أولاد؟ تقول خدتني الجلالة كده على رأس يوسف وهبي، قال له معلش يا ابني أصلا أنا خدتني الجلالة شوية. القرعة بقى أسفرت عن إيه يا مولانا؟ أسفرت عن مواجهة نارية ما بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال. من المقرر أنه تقام مباريات الدور الفاصل بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 24 يعني يوم الاثنين ولحد يوم 24 مارس، أنا آسف، لحد 29 مارس اللي جاي بإذن الله، على أنه يتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم 2022 إن شاء الله في قطر. هيلعب منتخب مصر مباراة الذهاب هنا في بلدنا على أرضنا قبل ما تقام مباراة الإياب الحاسمة بطبيعة الحال في السنغال. احنا معانا على التليفون الناقد الرياضي المعروف أستاذ محمد البرمي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك سيوسف. ازيك يا أستاذ؟ كل السادة المشاهدين كله تمام؟ كله زي الفل. طمني على المواجهات الساخنة. والله هي مواجهة ساخنة، بس في نفس الوقت أنا يعني احنا عندنا خمس منتخبات تصنيف أول: السنغال، نيجيريا، الجزائر، المغرب، تونس. فأي فريق كنا هنلعبه كانت هتكون مواجهة ساخنة جدا يعني، فمش عارف، ما فيش فريق أقل من الثاني أو أضعف من الثاني. كمان التصفيات أو المباريات الفاصلة هما مباراتين اثنين، ما بتعتمدش على مستوى الفريق قوي أو ضعيف، مستوى الفريق جيد أو وحش، إن في النهاية أنت حضرتك عارف ممكن فريق يقفل في ملعبه يتعادل خارج ملعبه، في ملعبه يخطف جول ويصعد فريق ممكن يعمل مشوار طويل جدا، مستوى جيد جدا. مثلا منتخب مصر مع برادلي كان افضل فريق في كل التصفيات، ولعبنا غانا خسرنا 6. يعني ما بتعتمدش ابدا على قوه المنتخب او مستوى المنتخب. لكن في نفس الوقت عشان نكون واقعيين، منتخب السنغال منتخب قوي جدا، من اقوى المنتخبات الافريقيه حاليا، خاصه كاسماء لاعبين. لكن انا شايف ان احنا عندنا فرص كويسه جدا جدا، مش شايف ان في ازمه، شايف في تخوف شويه لدى البعض. يمكن ده شويه الاداء اللي ظهرت بيه منتخب مصر الفتره الاخيره ادى التخوف ده للناس او خلى فيه نوع من السخريه. لكن مصر منتخب قوي وعنده فرص كبيره جدا للصعود. طيب يجي هنا برضو سؤال، يعني انا اقدر اقول انه الكوره في النهايه ما هياش مجرد توقعات فلكيه، هي
اقرب جدا الى علم، ان انا عارف الفريق بتاعي عامل ازاي، المدير الفني بتاعي عامل ازاي، طريقه تعامله مع مراكز اللعيبه تنبئ بايه الى اخره. يعني هي بشكل او باخر هي تحليل علمي. مظبوط. المعطيات دي بتقول ايه؟ يعني كيروش كتير جدا الناس تنتقده لانه بيحرك اللعيبه في مراكز لم يعتادوا عليها، على سبيل المثال نيجي نقول والله في ليه كان مباريات كويسه جدا وفي مباريات تانية ما حلفوش فيها الحظ وهكذا. انت بتشوف ده ازاي؟ يعني انا هكون واقعي معاك يا استاذ يوسف. احنا يعني انا مثلا منتخب السنغال هو منتخب كاسماء على الورق هي منتخب قوي جدا، اسماء كبيره جدا في كل المراكز، عنده لعيبه تلعب في افضل الانديه في العالم، لكن على ارضيه الملعب يعني هو في امم افريقيا الحاليه مثلا صعد بجول واحد، صعد للدور 16 بهدف وحيد، بيظهر بشكل سيء جدا. لكن لو جينا نبص له حتى في فترات قوته هو منتخب فردي جدا، ما بيلعبش كره جماعيه، ما بيلعبش كره على الارض، ما بيعتمدش على الاستحواذ، اغلب الاهداف او اغلب الظهور الجيد بتاعه بيكون على مستوى فردي، الجزء الفردي بتاع اللاعبين ده نقطة سلبية عنده إيجابية لمنتخب مصر. فين المشكلة بالنسبة لي؟ المشكلة بالنسبة لي هي منتخب مصر نفسه. الأداء المجموعة الحالية أنا بشوفها إنها مجموعة جيدة جدا. حتى السي في لكارلوس كروش هي سي في قوي جدا. لكن في مشكلة عند المدير الفني إن هو مش قادر يقرأ اللاعبين حتى الآن. مش قادر يصل إلى التشكيل المناسب حتى الآن. ولا حتى طريقة اللعب، وخد وقت طويل جدا، يمكن كنا بنقول له بيجرب في البطولة العربية وما إلى ذلك، لكن هو أخد وقت طويل جدا عشان ده، ولحد النهاردة مثلا بنشوف تغييرات في مراكز كتير جدا، فإحنا كمان فأنا الخوف بالنسبة لي مش من منتخب السنغال إطلاقا، لأن أنا شايف إحنا كعبنا عالي على منتخب السنغال، عندنا فرص جيدة جدا للصعود، عندنا نتائج جيدة جدا قدامه، والتاريخ في صفنا، لكن أنا تخوفي أنا هو من مستوى منتخب مصر او الشكل اللي بيظهر بيه. انت خايف من مستوى اللعيبه ولا خايف من طريقه تعامل كيروش مع المراكز بتاعه اللعيبه؟ خايف من طريقه تعامل كيروش مع اللاعبين ومع طريقه لعب منتخب مصر. احنا طول عمرنا الجزء اللي بيميزنا ان احنا فريق جماعي جيد جدا على المستوى الجماعي، ما بيعتمدش على الجزء الفردي، وفي نفس الوقت عنده العناصر بتاعته بتلعب بحماس وبتلعب بروح قويه، ده بيعوض النقص الفني لدى اللاعبين او اذا كان هناك نقص فني. للامانه حتى الان لا شفت جماعيه في اداء منتخب مصر ولا بشوف الروح اللي متعود عليها من منتخب مصر. يمكن هنا المشكله بالنسبه لي اكتر من مدى قوه منتخب السنغال، فاتمنى ان يكون التركيز اكتر على الجزئيه دي، لان احنا خلاص هو راجل احنا مكملين بطوله افريقيا، عندنا فرص جيده هنلاعب الكوت ديفوار، لكن كلنا مهتمين اكثر بكاس العالم، بصعود لكاس العالم. اتمنى عندنا 3 شهور تقريبا، اتمنى قبل ما نوصل للفتره دي يكون هو كمان قدر يوصل للشكل المناسب لمنتخب مصر، قدر يوصل للجماعيه اللي احنا محتاجينها، كمان لعيب مصر محتاجين يخلق لهم دوافع كبيره. انا حقيقه ما بشوفش الدوافع دي موجوده في ارضيه الملعب خلال الفتره الاخيره، مش شايف الدوافع دي موجوده، شايف الحماس لدى اللاعبين سواء حتى لما كنا في المجموعات او حاليا في بطولة افريقيا، لكن حسابيا ونظريا وكل شيء ما فيش حد احسن من الثاني، واحنا الاثنين عندنا فرص وفرص متساويه بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن حتى الاداء والمستوى الموجود في الملعب. صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ محمد البرمي الناقد الرياضي المعروف في توقعات او في تحليل او قل في تحذير حتى للمباريات اللي هنلعبها مع السنغال، سواء اذا كانت اللي على ارضنا او على الارض السنغاليه. ربنا يسترها، ونتمنى انه تكون المواجهه حلوه وتبقى الماتشات حلوه، نلعب زي ما كل الجماهير نفسها انها تشوف اداء المنتخب المصري. وشد حيلك معانا خواجه، مش كده ناب؟ الله يخليك، توكلنا على الله. فاصل ونكمل الكلام. فتيات مصر مبهرات بصراحة. والله الستات عندنا في مصر بـ100 مليون راجل، الحق يتقال. طب هو ده كلام
يعني اللي هو ايه يتقال على اطلاقه زي ما بيتقال اطلاقا؟ هل هي مساله شوفينيه مصريه فانت تنتصر لبنات بلدك؟ برضو لا، وان كان ليس في ذلك عيب يعني. طيب هل المساله ضرب من ضروب الخيال يعني؟ برضو لا. بص، عندنا بنوته اسمها ميرنا، او سيده فاضله اسمها ميرنا. فميرنا بقت اول بنت تبقى مدرب عام، خد بالك، لفريق كوره، او نادي شباب الفاشن في بني سويف الصعيد يعني. ايه اللي بيحصل؟ احنا بنتراجع لورا بقى؟ الرجاله بيرجعوا بياخدوا خطوتين لورا، والبنات والفتيات المصريات يتقدمنا للامام على قلوبنا زي العسل. حاجه تفرح، حاجه تشرف ان احنا يبقى في عندنا رياضيات مصريات متفوقات الى هذا الحد، متفوقه لدرجه ان هي اللي بتنزل بنفسها وتمرن الشباب، الولاد، الرجاله، اخواتها، تنزل معهم الملعب وتمرن. ميرنا سعيد مدرب عام نادي شبان الفاشن. ازيك يا كابتن ميرنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا كابتن ميرنا. السلام بحضرتك. عامله ايه؟ كويسه؟ تمام الحمد لله يا فندم. الحمد لله. ايه الحكايه؟ انت بتدربي كل الرجاله اللي زي الفل دول؟ اه طبعا، قبل ما امرنهم هم اخواتي واصحابي، وهم تعبوا معايا الفتره اللي فاتت يعني. ها. والكابتن احمد رمضان مدير فني حلو وقف معايا يعني وشجعني ان انا ادخل جو التدريب وكده. لا احكي لي، احكي لي الحدوته دي من اولها يا ميرنا. اه ارجوكي، دي حدوته اصلها لازم تتحكي حلو، لانه انت تبقي مثل لكل بناتنا واخواتنا. حضرتك، انا كنت بلعب في منتخب مصر كره نسائيه. عظيم. تمام. وبعد كده رحت نادي مصر الطيران. حلو. وبعد كده رحت وادي دجله. جميل. بعد كده رحت نادي برجيه بالمنيا. انا متزوجه ومعايا مكتب. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليه. مثل اعلى محمد صلاح طبعا. وبنتي على اسم محمد صلاح. ما شاء الله. تمام. وكمان اهلي ساعدوني ان انا اطلع كده، ويبقى عندي الجرأة ان انا احسن، ويفتخروا بيا ان انا صعيده طبعا. وان شاء الله باذن الله اللي جاي اكتر هيديني حافز ان انا اطلع بره مصر العب كوره او امرن. طب واحده واحده عليا بقى، عشان الحتتين دول حلوين جدا اللي انت قلتيهم. اول حاجه انا عايز اعرف، وانت مدرب عام للشبان والرجاله زي ما وصفتيهم كده، اخواتك المجدع، بيسمعوا الكلام، بيتقبلوا؟ احنا برضو في النهايه مجتمعنا كله المصري والمجتمع العربي بيبقى صعب عليه، وبالذات في الرياضه بقى، ياخد الاوامر من كابتن ست. هو الاول خالص يعني كانت ازاي بنت تمرننا والكلام زي كده؟ عملت نموذج، لا بجد انت مدربه عظمه، تدربت ان هم كلامي انا يعني، وكلام مدير فني برضو بيمشي، بس انا اقدر اوصل المعلومه ازاي العب، ازاي اديهم حافز، ازاي اشجعهم، ازاي ان احنا ما ننزلش نخسر، ازاي يعني اللي هو انا ما بحبش اتغلب. حتى انا وانا بلعب كنت عامله زي حسام غالي بالظبط، هو انا ما بحبش انزل اتغلب، انزل روحي على الكوره، لازم اجيب جول. والحمد لله، الحمد لله في محافظه بني سويف حققت اسمي ليا، وانا شرف لبني سويف وشرف للصعيد كلها. طب احنا كده عرفنا ان انت مثلك الاعلى محمد صلاح وحسام غالي. طبعا طبعا. ده انت كده اهلاويه كمان صح؟ طبعا طبعا. ماشي ماشي يا عم ميرنا، ماشي يا عم ميرنا، وماله، احسن ناس يا ستي، مع اني زملكاوي اهو. طيب قولي لي، قولي لي يا ميرنا، قلتي لي بقى ودي بداية الطريق، انت ناوية تنطلقي بإذن الله سبحانه وتعالى تلعبي كورة أو تكملي تدريب برا مصر؟ اه إن شاء الله بإذن الله، الحلم الجاي إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب في خطوات معينة بتاخديها يا ميرنا علشان تكملي في الطريق ده؟ اه طبعا، أنا الحمد لله تعبت جدا جدا عشان أوصل للضجة دي جدا. بصراحة بفضل ربنا يعني، أنا السيسي نفسي أوصل للسيسي بإذن الله. وديهم معلومة عن الكرة النسائية في مصر، هم شايفين البنت دقة دي ولد ما ينفعش تمرن، لا انزل واشتغل وبدوس على نفسي عشان اقدر اوصل لحلمي. خدي بالك الرئيس، الرئيس اظن يعني اكتر واحد في مصر داعم لسيدات وفتيات مصر. اكيد طبعا اكيد طبعا، انا بعشق
رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، بعشقه جدا جدا جدا، انا بحبه جدا، ان هو بيعمل حاجات كتير قوي للبلد. صحيح. وده راجل يعني يستحق التقدير ويستحق كل حاجة حلوة. والله فانت عايزة انه يعني في يوم من الايام تقابلي الرئيس؟ طبعا. ويقف، هو بيقف جنب المرأة، هو بيشجع المرأة، وانا نفسي اقابله واقول له الكلام ده، واقول له لو هو سمعني يعني ياريت الكرة النسائية في بني سويف ومحافظة، في اي محافظة يعملوا فريق بنات، ايه يعني؟ خدي بالك يا مرنا، انت عديتي مرحلة انك بتمثلي الكرة النسائية، بس انت بتمرني دلوقتي كمان شبان. طبعا. طب اذا افترضنا جدلا انك قابلتي الرئيس يا مرنا، اول حاجة هتقوليها ايه للرئيس؟ هقول له يا ريت يبقى في كرة في مصر عدلة بنظام، حتى المنتخبات ما بياخدوش غير الناس المبسوطين، غير الناس اللي هم كده يعني ما بيبصوش للدرجه الثانيه، ما بيبصوش للدرجه الثالثه، المظالم. ما احنا كده كده مظلومين اصلا. لا ان شاء الله مش هيبقى في ظلم على الاطلاق، يعني انا اعتقد انه باذن الله سبحانه وتعالى مساله الكره النسائيه دي هتاخد دفعه للامام قريب جدا يا مرنا. انا ده احساسي الحقيقه، واعتقد انه لما يبقى في عندنا لاعبه كوره زيك وتتولى منصب مدرب عام لنادي الشبان في الفاشن في بني سويف، عندنا في اسيوط وهكذا، وعلى رايك انت صعيديه، فالحكايه هتتزق لقدام، ده مما لا شك فيه، لانه اكيد في النهايه خالص المجهود ده مش هيضيع يا مرنا. انا عايز اشكرك جدا جدا جدا، نورتينا وشرفتينا، انت قلتي اتمنى ان انا ابقى شرف لمصر، لان انت مشرفانا جدا قوي خالص. كابتن مرنا سعيد، مدرب عام نادي شبان ولاد الفاشن، حاجه تفرح بصراحه. طيب تعالوا بقى ايه، ناخد بعضنا على الاحداث اللي هي الكبيره حبتين. انتوا عارفين مما لا شك فيه انه مصر الحقيقة بذلت مجهود كبير خلال السبع سنين اللي فاتوا، اولا في مسألة الدعم العام للصحة بتاعة المواطن المصري، وده من خلال مبادرة عظيمة وكبيرة زي مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، القضاء على طوابير الانتظار في المستشفيات الى اخره. لما حصل موضوع المشوار اللي قطعته والحمل اللي شالته مصر في مسألة القضاء على فيروس سي، ما احتفظتش بالمسألة لنفسها على الإطلاق، بل توجهت إلى أشقائها الأفارقة وبدأت تساهم قدر الاستطاعة أو قدر المستطاع، قدر الإمكانيات المتاحة في دعم أهالينا الأفارقة وتوفير العلاجات بتاعة فيروس سي. حصل بعد كده موضوع الكورونا، مصر الحقيقة برضو كما جرت العادة، وتاني هو ده الدور الطبيعي اللي بتقوم بيه مصر، ولا نبتغي حمدا ولا شكورا على الإطلاق، دي مصر في إفريقيا، دي مصر في المنطقة العربية، دي مصر في الشرق الأوسط، أسف، في البحر، حوض البحر الأبيض المتوسط، دي مصر على مستوى العالم، ده الدور الطبيعي اللي بتلعبه مصر، ده دور البلد التي وصفت بفجر الضمير الإنساني أو فجر الضمير البشري، مهد الحضارة، ده طبيعي جدا، مفيش فيه أي شيء غريب. فمصر كمان لما حصل موضوع الكورونا فبرضه لم تكتفي بمسألة توفير اللقاحات لشعبها وخلاص، بل ذهبت وامتدت اليد المصرية أيضا إلى إخواتها في إفريقيا لدعم نظم الصحة بالدول الإفريقية وبمشاركة 25 سفير. طبيعي إنه الأقصر تستضيف الأقصر طيبة، الأقصر بقى بتاع طريق الكباش، هي دي يعني من طريق الكباش ليه ازاي نقدر ندعم صحتنا جميعا كأفارقة. فبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى يتم استضافة المؤتمر السنوي للشراكة المصرية الإفريقية، زي ما كنت بقول لكم، بمشاركة 25 سفير. احنا معانا على التليفون دكتور هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية، ده مهم قوي الحكاية دي، بالهيئة العامة للرعاية الصحية. أهلا بك يا دكتور هبة. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصح؟ اهلا بحضرتك. اولا انا هيبقى عندي هم سؤالين، مش عارف اذا كان هيبقى في ثالث ولا لا. اولا بخصوص المؤتمر بتاع بكره واهميته ومساله السياحه العلاجيه دي، وعايز حضرتك تكلمينا فيها شويه. نبدا بمؤتمر بكره.
هو الحقيقة بكرة بينطلق وعلى مدار يومين المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، وده هيكون بالتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية. هيكون بعنوان الشراكة المصرية الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية، وزي ما حضرتك ذكرت هيبقى متواجد معنا 25 سفير إفريقي، وكمان هيكون بحضور السيد محافظ الأقصر وقيادات هامة من منظومة التأمين الصحي الشامل. الحقيقة هو المؤتمر يا فندم يعني هو بمثابة ملتقى للحوار الشامل مع السفراء الأفارقة، هيتم طرح الرؤى المختلفة والمناقشات طبعا الخاصة ببحث سبل دعم النظم الصحية في البلاد الأفريقية. هيتم تطبيق يعني سبل الدعم دي عن طريق الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون المبرم ما بينها وما بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كمان من ضمن أهداف المؤتمر إن إحنا هنبحث سبل تنشيط ودعم مجال السياحة العلاجية من خلال استقدام الباحثين من الدول دي عن العلاج في مصر، وهنقدم لهم كافة الخدمات الصحية المناسبة ليهم وبأسعار تنافسية. من ضمن المجالات اللي هنتناقش فيها إزاي نقدر ننقل خبراتنا المتميزة في المجال الصحي لدول أفريقيا، وبالأخص كمان في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي يمكن إحنا عملنا فيها طفرة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت. كل ده كمان من خلال المناقشات اللي هتتم غدا، هنقدر كمان نحقق التوصية اللي جاءت في منتدى شباب العالم، وهي نقل التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة للدول الأفريقية، وكذلك طبعا ان احنا نقدر ازاي نخلق دولة نموذجية أفريقية تكون هي اللي هيتم يعني عمل القوافل فيها التدريبات المختلفة. كل حاجة هتنطلق من خلال الدولة اللي هيتم اختيارها بالتنسيق ما بين الجانبين الهيئة والوكالة. عظيم جدا. طيب سؤال التاني متعلق بالتايتل دكتور هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية. السياحة العلاجية دي أنا عايز أفهم، هل إحنا بدأنا نقطع شوط ما في مسألة الترويج للسياحة العلاجية في مصر؟ طبعا احنا الحقيقه هي الهيئه فعلا بتستهدف التوسع في مجال السياحه العلاجيه ووضع مصر على الخريطه الدوليه للسياحه العلاجيه، وده هيبقى من خلال ان احنا عندنا مزايا تنافسيه فعليه، فدي بتؤهلنا طبعا، عندنا كوادر طبيه على اعلى مستوى، منشاتنا الصحيه معتمده من اعلى الجهات الاعتماد في الدوله وكمان معتمده من جهات خارجيه. عندنا الكوادر البشريه والقوى البشريه كمان يمكن عندنا اعداد اطباء احنا بنتميز بده، يعني بنقدر ان احنا نصدر كمان للخارج. ده بخلاف الخدمات الصحيه اللي بتتعمل باعلى معايير زي الزراعات، زراعه الكبد والكلى والتخصصات الطبيه اللي بتتميز بيها مصر. في نفس الوقت الاسعار التنافسيه برضه يعني دي ميزه كبيره جدا جدا بتمتلكها مصر وبتؤهلها ان هي تنافس الدول الاخرى في مجال السياحه العلاجيه. يعني ويمكن كمان العدد الكبير من السكان في الدول الافريقيه واللي بيشكل حوالي يعني 1,300,000,000 نسمه، ده هيزود من اقتصاد الدوله المصريه وهيحقق نقطه اقتصاديه شامله لو طبقنا البرنامج بطريقه كويسه وفيها تكاتف ما بين الجهات في الدوله المختلفه. يمكن ما يقرب من 15,000,000 افريقي بيسافروا خارج بلدهم بغرض السياحه العلاجيه، يعني ما يعادل تقريبا عائد 30,000,000 دولار في السنه بيخرج من افريقيا بغرض السياحه العلاجيه. كويس جدا. طيب في دايما بيبقى اكتر من مفهوم او اكتر من ابروتش للسياحه العلاجيه، في دول السياحه العلاجيه بالنسبه لها انها سياحات تجميل، يعني ده يزرع شعر، دي تنفخ خدودها، الحاجات اللي من النوع ده. اللي أنا فهمته أو اللي أنا سمعه من حضرتك السياحة العلاجية عندنا لا، هي بتستهدف فعلا جراحات مهمة، زراعة أعضاء، علاج من أمراض مزمنة أو صعبة إلى آخره، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. وكمان يعني إحنا هنمشي بالتوازي في جميع الاتجاهات، وإحنا فعلا هنشتغل الفترة الجاية على عمل مراكز متخصصة في كل مجالات اللي يمكن بنشوفها إن هي بيستهدفها المريض السياحة العلاجية، سواء جراحات التجميل او الجراحات الخاصه بزراعه الشعر اللي يمكن كتير من الناس بتسافر فعلا بغرض يعني عمل هذه الاجراءات، وكمان متميزه في دول كتير واحنا مش اقل من هذه الدول، بل بالعكس يعني يمكن احنا عندنا الكوادر البشريه المؤهله للعمل. يعني حضراتكم بتشتغلوا كمان على مساله سياحه الاستشفاء، سياحه النقاهه، الخ
بالظبط، وده لأن مصر بطبعها هي بلد سياحية. فإحنا لو جينا كمان نعمل بروجرام متكامل للمريض هنلاقي إن إحنا بسهولة جدا نقدر نوفر ده. يمكن انطلاق المؤتمر غدا يعني إن شاء الله من الأقصر، دي رسالة كمان إنه إحنا مش بس عندنا مستشفيات مؤهلة، إحنا كمان بنمتلك يعني مدن أثرية، مدن سياحية من الطراز الأول. فكل يعني المؤهلات وكل المقومات موجودة عندنا في مصر. الاستشفاء البيئي طبعا زي ما حضرتك ذكرت، والنقاهة ما بعد العملية، في مرضى بيبقوا عايزين يروحوا يجروا إجراء معين طبي طبعا. وفي نفس التوقيت عايزين في فترة النقاهة يستجموا صح. يشوفوا التراث بتاع البلد أو الطبيعة السياحية بتاعتها. فإحنا الحمد لله هنقدر إن إحنا نقدم للمريض الأجنبي اللي بيستهدف العلاج في مصر برنامج متكامل يعني بأقل الأسعار الممكنة بإذن الله. بإذن الله وبأفضل جودة، أنا متأكد من ذلك. بشكرك أكيد. جدا دكتور هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. إيه عيني اتطرفت، ها في حد هيطلع إشاعة أن أنا اتعميت مثلا أو حاجة؟ وإزاي يوسف يروح الاستوديو هو بعين وعين؟ يعني ممكن ترحمونا، الله يبارك لكم، الناس اللي تطلق الشائعات وما إلى ذلك. بالمناسبة طبعا اليومين دول على السوشيال ميديا هيحصل إيه اليومين اللي جايين دول؟ ده الموسم، خد بالك، الأسبوعين اللي فاتوا أو يعني الكام أسبوع اللي فات، ثلاث أسابيع احنا تقريبا بنتكلم، ده يناير، يبقى ده الموسم بتاع الإخوان، ده الموسم بتاع يلا بينا بقى نعمل تشكيك، يلا بينا بقى نطلق شائعات، يلا بينا بقى إيه يحصل، عارفين أنتوا التهافت وتهافت التهافت، هو ده اليوم، ده الموسم. ويعني أنت عايز إيه؟ أنت عايز الموسم يعدي على الإخوان كده يا مولاي كما خلقتني؟ ما ينفعش، هو ده الموسم. هنشوف بقى إيه فيديوهات لشوية اللوزرز والفشلة اللي قاعدين مترميين على القهاوي في بعض الدول، أو قاعدين مترميين يرفلون في الحرير وأكل يعني كل ما لذ وطاب، والصرف ذات اليمين والصرف ذات الشمال في دول أخرى وهكذا. وهتلاقي دايما العيال اللي بتقعد تستخبى ورا الكيبورد وما تعرفلوش لا اسم ولا عنوان، وهو فاكر ان هو كده الواد شجاع وشقي وعفريت، هيشتغل على ايه؟ لازم يشتغل على التشكيك، لازم يشتغل على ايه؟ لازم يشتغل على اطلاق الشائعة، لازم يشتغل على ايه؟ لازم يشتغل على احباطك، لازم يشتغل على ايه؟ لازم يشتغل على افقادك ايمانك بكل حاجة انت شايفها بعينيك ولمسها بايدك. اوعى تخلي حد يقعد يلعب لك في دماغك. ليه؟ لان بمنتهى البساطة ليس من سمع كمن رأى. حضرتك اللي شايف، حضرتك شايف كل حاجة حواليك، حضرتك شايف الاخ جارنا في الشارع اللي ما كانش بيشتغل واتوفر له فرصة عمل، حضرتك شايف جارنا في الشارع الحج الكبير اللي كان عايش بشكل أو بآخر على محبة الناس والإحسان والرحمة التي تقدم، ربنا بيسبب الأسباب فأصبح فيه عنده معاش بيصرفه من التضامن الاجتماعي، حضرتك اللي شايف وعارف إنه فلان الفلاني فتح المشروع ده والحمد لله بقت مربوحة ورزقت، حضرتك اللي شايف وعارف إنه القرية بتاعتي دي كانت حالتها مش قد كده ودلوقتي بقى فيها بيت ومدرسة ووحدة ومصنع هنا وبقى فيها هنا مزرعة جديدة وبقى فيها هنا كذا، حضرتك اللي شايف وعارف، أنت اللي لامس ده أكتر من أي مذيع وأكتر من أي صحفي وأكتر من أي رئيس تحرير، أنت المواطن، أنت اللي شايف. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. معرض الكتاب يا سادة كرام لازم تتعامل معاه باعتباره شيء شديد الأهمية في حياتك. وأنا صغير علاقتي بمعرض الكتاب بدأت بسبب أمي ربنا يديها الصحة، فكان أمي لازم وده وكأنه الواجب السنوي، معرض الكتاب بدأ، طيب خلاص يبقى احنا لازم في عندنا يومين بنروح فيهم معرض الكتاب، يعني ممكن يبقى مثلا ايه الجمعة دي والجمعة اللي بعدها،
وبعدين فكنا نسال ماما نقول لها مثلا ايه، طب واحنا الميزانيه بتاعتنا في الكتاب؟ لك ما فيش حاجه اسمها ميزانيه للكتاب، انتوا اشتروا وانا عليا ان انا ادبر الفلوس، واحنا عيله متوسطه جدا يعني. فكنا نروح ننقي وتقول نقول لها مثلا طب نشتري او ما قلت لك بس نقي وبعدين نشوف. فكنا نروح انا ومريم اختي نقعد ننقي الكتب وبعدين نقعد نلم 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 نلم، وماما معانا طب ده كويس بس ده كبير عليك شويه، طب بص لو عايز تجيبه جيبه بس هنستنى لحد مش عارف شويه كده ونبقى نقرا وهكذا. بس ما فيش حاجه اسمها كتاب ما بيتقريش، ما فيش حاجه اسمها ما نروحش معرض الكتاب. فضلنا كده طول عمرنا لحد بقى ما كبرنا وشبينا عن الطوق اصبحنا احنا اللي بنروح المعرض لوحدنا. انا دايما بشوف ان معرض الكتاب ده واحد من اهم ما يحدث في مصر، اهم حاجه تحصل للبني ادمين ان هم يقروا. فيا سلام سلم يبقى في عندك معرض كتاب دولي كبير ومحترم. معرض الكتاب بقى والتطوع، معرض الكتاب والشباب، الشباب يتطوعوا للعمل في معرض الكتاب. طب ازاي يعني بيحصل ايه؟ احنا هنرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. انا عايز اقول لك انه الكبير في ضيوفنا بقول له انا اول مره تطوعت كان عندي كان سنه 1994، قال لي انا اتولدت في 94، فطبعا رحت انا عامل كده على طول. هنا عرفت انه السن فعلا بيجري. بس احنا هنبدا الاول بضيفتنا يعني من الناحيه اليمين وليديز فيرست، سلمى. سلمى سيد زكي، ازيك؟ عامله ايه؟ قائده من او قائده قائده الشباب المتطوعين، صح كده؟ بالظبط. مظبوط؟ بالظبط. صح كده. ومصطفى ابراهيم احمد عز العرب، مسؤول المبادره، هذه المبادره، ومدير العمليات ما شاء الله بوزاره الشباب. منور يا مصطفى. نهار يا فندم. 94 يا مصطفى؟ 91. يعني في بيننا 19 سنه. ربنا يديكوا الصحه. طيب نبدا الاول، اكيد هنبدا بسلمى بقى. سلمى، يعني ايه قائد متطوعين؟ هتعملوا ايه في المعرض يا سلمى؟ هو احنا بنظامنا في المعرض كله ان احنا بنرشد الناس من اول ما بيخش، من اول ما بيخش البوابات من جوه لغايه واحنا في الصالات، بيبقى في انفورميشن ديسك بيبقى عليهم متطوعين، في جوه الصالات برضو بيبقى فيهم متطوعين. بس بسبب الكورونا عملنا برضو اتجاه تاني للتطوع، بمعنى ان احنا خلينا الزائر لما بيخش تمام، اول حاجه بنعمل المتطوع بيعمل سكان للكيو ار كود وبيقيس له الحراره. تمام، لو الحراره ساعتها كانت بتبقى عاليه يعني السنه اللي فاتت كنا بنضطر نوديه عند حد من وزاره الصحه هم يتعاملوا معاه. بس بعد كده اول ما بيخش من جوه هو بيلاقي متطوعين في كل الاماكن، من اول الساحات لغايه جوه في القاعات جوه. بيرشدوا الناس في اي دار نشر هو عايزها، لو عايز كتاب بنعمل سيرش عنده وبنوصله الكتاب والدار النشر بالظبط هي فين. يا حلاوه، ده مزيكا بالنسبة لي. احنا على ايامنا يعني كان عايز تروح المعرض فانت بتاخد بعضك وبتروح المعرض وبعدين بقى تمشي تلف يعني. صح بقى. خش بقى على ارض المعارض زمان بتاع مدينة نصر، تقعد تلف وتخش بقى هنا القاعة دي وتخش القاعة دي وتخش القاعة دي وندور على دور حدوتة. يعني كان بيبقى في يوم بندور، اليوم التاني نروح نشتري. بسبب التكنولوجيا وبسبب التطورات اللي حصلت وبسبب ان احنا نقلنا مثلا من مدينه نصر، ان انا للتجمع في الموضوع بقى منظم اكتر بالنسبه لدور النشر وبالنسبه لكل الحاجات دي. حتى يعني حتى احنا كمتطوعين بكل سنه يعني بنبقى يعني بننظم اكتر، بنحب العمل اللي احنا بنعمله اكتر. اكيد اكيد طبعا. انا ما قلتش ان انا كده عمليا اكبر من سلمى، بقى ب 25، هنا 25 سنه وهنا 19 سنه. هنا ارجع للسيد المحترم مصطفى ابراهيم عز العرب، مدير المبادره. ايه هي المبادره؟ مدير المبادره ده بيعمل ايه يا مصطفى؟ هي القصه بدات لما اتشرفت بعضويه اللجنه العليا لمعهد القاهره الدولي للكتاب سنه 2018، كانت اخر سنه في المعهد في المكان القديم. وقصه حاجه بتحكيها دي كانت معاناه المصريين كلهم. انا فكرت في الفكره دي ان احنا ازاي يبقى في نوع من انواع التوليه والمساعده للجمهور اللي بيجوا من المعرض، خصوصا ان في ساعات كتير وقت كتير بيضيع في انك تدوع او توصل للمكان اللي حضرتك عايزه. كمان كنا بنفكر ازاي يبقى في معاونه للناس اللي شغاله جوه المعرض من المتطوعين عشان يبقى في فعاليه اكتر من الشغل بتاعهم. بالفعل عرضنا الفكره والحمد لله كانت اول سنه ليا سنه 2018، والسنه دي احنا بنحتفل بخمس سنين يعني خمس سنين في بناء التطوع في معرض القاهره الدولي للكتاب. وكانت زي ما رحله انا متطوع كبرت وتوسعت وبقت زي براند، انا برضه على المستوى الشخصي تطورت وبقينا نقدر نضيف ونعمل في السياسات الوطنيه للشباب في حته التطوع. يعني انا اتشرف بالعمل مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو بيرعى البرنامج دوت بالتعاون مع وزاره الثقافه دكتور انس عبد الدايم، والتعاون دوت لولا يعني تفهمهم الكبير اهميه التطوع والدور الايجابي اللي بيعمله المتطوعين في المعرض ما كانش البرنامج استمر السنين دي كلها.
فبدأنا بعد كده نقلنا التجمع الخامس، كان تحدي جديد. كملنا، الناس كانت خايفة، الناس كانت مقلقة. سنة اتنين، السنة الثالثة جت كورونا اللي هي الدورة اللي فاتت، وده كان دورة التحدي. يعني احنا من ساعة ما بدأنا في المعرض احنا كل سنة في تحدي جديد يعني، وبنحاول نفكر ونعمل عصف ذهني ونشوف الحلول ايه ونشوف اللي بيحصل بره ايه ونذاكر وندرس السياسات الوطنيه للتطوع واهميه الشباب. والشباب بقى عندنا مدرك جدا ان هو لازم يكون يكمل التعليم الرسمي بتاعه بتعليم ميداني او تعليم مدني من خلال التطوع اللي بيعمله. فكل العوامل دي اصفرت ان احنا دلوقتي في خامس سنه بيقدم لنا 10,000 واحد كل سنه، بنختار منهم 250 بعد ما نعمل 2200 مقابله شخصيه على مدار 3-4 ايام. ف بشكل ما يعني شايف ان احنا في تقدم وفي وعي عمليات تطوعيه في مصر بيزيد جدا الفتره الاخيره يعني. طب انا هرجع لك على الحته دي بالذات ومساله التصفيات. يعني انت بتقدم لكم الاف وبعدين تقعد تفلتر 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 لحد ما بتختاروا المجموعه اللي هتشتغل في معرض الكتاب او في اي من الانشطه او المحافل الثانيه. بس انا عايز ارجع لسلمى كقائد متطوعي. انت بدات التطوع من امتى يا سلمى؟ انا بدات عمليه التطوع من وانا في ثانيه اعدادي. تاني اعدادي؟ تاني اعدادي. ايه ده يعني كان عندك 14 سنه؟ 14 سنه. تطوعتي في ايه وانت عندك 14 سنه؟ كنت تطوعت تبع وزاره الشباب والرياضه. برضو. كان بسبب فضل ماما، هي اللي خلتني اخش في المجال ده كله. بس وبعد كده دخلت الاول، بعد كده اول ما تطوعت في مع وزاره الشباب والرياضه بدات ان انا بقى اتطوع في حاجات تانية مع وزاره الشباب والرياضه. كنت صغيره في سنة بس ده خلاني اكتسب خبرات اكتر طبعا. ولغايه وصلت مثلا وانا عندي 18 سنه، كنت في ثالثه ثانوي، كانت اول ليا سنه مع استاذ مصطفى في معرض القاهره الدولي للكتاب. كان ساعتها هو التحدي بالنسبه لي ان انا في ثالثه ثانوي وبتطوع في معرض القاهره الدولي للكتاب، يعني ازاي؟ بس يعني كل ده برضو يعني بفضل ماما وبعدين استاذ مصطفى وبعدين بفضل الاول والاخير لربنا. بس فكان ساعتها اول سنه وانا 18 سنه دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده ان انا في معرض الكتاب. انا ما رحتش معرض الكتاب قبل كده خالص، كانت اول سنه ليا وانا 18 سنه. كان ساعتها انا كنت ليدر وكان تحتيه الناس كلها من 20-24 سنه. فانت كنت تيم ليدر على مجموعه اكبر منك في السن بالظبط، بس انت عندك خبره اطول بالظبط. بس فساعتها دي كانت بالنسبه لي اللي هو التحدي ان انا هتعامل معاهم ازاي. انا عقليتي اصغر منهم، حتى لو تطوعت بس انا اصغر منهم برضو. هم ليهم اسلوبهم، ليهم حياتي الجامعيه، انا كنت ثالثه ثانوي. فدي بقى ساعتها بدات ان انا اعرف اختلط بالناس، اعرف اعمل ثقافات. يعني انا ما عنديش اخوات، بس انا بسبب العمل التطوعي اتعرفت على ناس كتير، عملت اخوات، عملت اصحاب. الحمد لله. بتبني شخصيتك بقى بالظبط عشان تبقي تيم ليدر وتبقي سوبرفايزر، يعني شخصيه. انا اللي هقول ايه. طب هنا برجع لمصطفى، انت 28 سنه صح، ومدير العمليات في وزاره الشباب، ده في حد ذاته شيء بالنسبه لي اكتر من رائع. مدير العمليات في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير. حلو. ووحده السياسات دي وحده مستحدثه في مكتب معالي الوزير. احكي لي عليها. من مهام الوحده دي، دايما احنا عندنا في مصر حاليا بنشهد نوع من انواع التطوير في الاداء الحكومي والرسمي. فعشان نقدر نواكب التطورات اللي بتحصل في العالم ودول كتير حوالينا، لازم يكون في دراسه متانيه لكل التجارب القائمه، التجارب اللي عندنا في الوزاره والتجارب الدوليه، وازاي نطور من ادائها عشان نوصل لاحسن مستوى او اعلى مستوى يعب النفع على الشباب المصري. حضرتك عارف ان الشباب المصري تقريبا 65% من الشعب، يعني 65 مليون، واحتياجاته كتير واهتماماته كتير. فعشان تقدر تقدم خدمات مناسبه للشريحه الكبيره جدا دي، لازم تكون دايما اب تو ديت، يعني بتحدث دايما رؤيتك افكارك. فوحده السياسات بتقوم على المهمه دي، بتتبع معالي الوزير مباشره، وبنعمل السيرش والسيرفي دايما على اي موضوع خاص، سواء مشكله قائمه، مشكله حاليه، تطوير مشروعات، تطوير اداء البرامج في الوزاره. فكل ده بيصب في النهايه في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير الشباب. قول لي بقى الفلتره اللي انا بسال عليها دي. 10,000 يعني احنا سنه 94، انا اظن ان احنا كنا الاف الحقيقه. الكلام ده كان ايام الدكتور عبد المنعم عمار. والحقيقه انا دايما ادين بالشكر وبالفضل لهذا الرجل على اللي حصل في حياة كتير مننا. يعني عايز اقول لك ان احنا النهارده في ليا اصدقاء وزملاء على راي سلمى اخواتي بقى، يعني بقوا ما شاء الله سفرة وحاجه عظمه. يعني مش هقدر اقول اسامي بقى عشان مناصب حساسه جدا دلوقتي ان شاء الله. فمساله الفلتره دي في الوضع بتاعك او في هذا العصر او في الزمن اللي احنا فيه ده، الفلتره قايمه ازاي؟
هي مراحل كتير جدا. تمام. بتبدا اولا ان احنا بنعمل اعلان، والاعلان دوت بيكون متقسم الاستماره اللي بتتعمل عشان تديني نتائج اوليه، اعرف النسب المقدمه قد ايه واحصائياتي قد ايه، المحافظات والمدن والقرى المقدمه، عشان دايما بيبقى عندي اولويه مثلا اختار الاقرب، القاهره الكبرى مثلا. ده بيزعل مننا ناس كتير طبعا، اخواتنا في المحافظات الثانيه، بس ده برضو انا مش عايز اظلم الشاب ان هو مش يقدر يسافر لي مثلا كل يوم، فبعمل عمليه التصفيه الاولانيه بالشكل دوت. طبعا بشكل مختلف بقى بنشوف الخبرات، بناخد نسبه ناس عندها خبرات ناس ما عندهاش خبرات، بتحاول نعمل زي من نوع من انواع الكوكتيل اللي يسمح ان الناس كلها تستفاد من بعض وتاخد خبره من بعضها وتقدر تشتغل في عمل متجانس. احنا بنختار مثلا السنه دي الشريحه العمريه بتاعتنا من 16 سنه لسن 24، وبعد عمليه التصفيه الاولانيه تتم عن طريق الانترنت، عن طريق الكريتيريا او المعايير اللي احنا محتاجينها، بنختار 2400 بنعمل لهم مقابلات شخصيه، اللي بيبقى الفيصل بيننا الاتيتيود الشخصي، قدرته على التعامل في الازمه، ان هو يفكر بسرعه، سرعه البديهه، الاحداث الجاريه وعيه بيها، الشخصيات العامه. بيبقى عايزين الشخص معانا دوت يبقى نموذج. الهدف اصلا من برامج التطوع اللي احنا بنستهدف نعملها مثلا في معرض الكتاب هو ربط الشاب باحداثه الوطنيه وبوطنه، ان هو يتعلم يبقى اداه في اداه التغيير الايجابي في المجتمع، الطاقه اللي عنده يقدر يطلعها بشكل ايجابي يفيد مجتمعه ويفيد ناسه. فعشان كده دايما بنكون حريصين ان احنا في المجموعه اللي تخش عندنا مجموعه تقدر في يوم من الايام لما تمسك منصب او تبقى مذيع كبير زي حضرتك كده في التلفزيون يبقى عنده الخبره او الارتباط الوطني بالحدث الكبير. وطبعا بيتعلموا بقى حاجات كتير، يعني مثلا بيبقى في مساهمات ايجابيه في المجتمع من ناحيه التعامل مع الناس، الخبره في التعامل مع الناس، العمل في فريق عمل، كل ده بينعكس على شخصية الشخص المتطوع، يعني سواء في الفعالية زي فعالية معرض الكتاب هو أكبر فعالية ثقافية في الشرق الأوسط، وبنقول يعني هو دي حقيقة أكبر عدد زوار لمعرض الكتاب في العالم هو معرض قناة دوري الكتاب. فالتحدي كبير إن يبقى في 225 واحد يتعاملوا مع 4 مليون بني آدم، أنا متأكد الشخص اللي بيخش وبيطلع بيبقى شخص تاني غير اللي هم بيقولوه كمان. يعني الشباب بيثبتوا دوت، بس أنا متأكد إن هو نفسيا وعقليا سلوكيا بيختلف تماما، وبيكون شخص اكثر ايجابيه، ما يكونش شخص بيقعد على الكيبورد زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، العيال اللي بتستخبى، العيال اللي بتستخبى، لا هو بيقدر يواجه ويشوف حتى لو في حد عنده شك في حاجه او حاجه، لا هو ما بيحس ان هو جوه المنظومه، وشفافيه المنظومه دي بشكل ما بيكون مدركه عنده، لما يشوف حاجه بعد كده في التلفزيون اه ده حقيقه، ما بيبقاش في تشكيك. طيب انا هرجع لك بعد، لا الاول هروح لسلمى بعد الفاصل. هروح فاصل لسلمى وبعدين هنقعد نتكلم شويه وهنرجع بعد كده ل السيد الفاضل مصطفى إبراهيم. على ايه بقى؟ على مساله، طيب انا دلوقتي عاوز اخواتنا وولادنا في حالتي، ولادنا اللي موجودين بقى في محافظات بعيده عن القاهره، هو كمان ما يحسش انه مستبعد من التطوع علشان خاطر هو قاعد بعيد. هل احنا بقى في اداره العمليات في مكتب الوزير بنراعي ده في فعاليات وفي احداث وفي مؤتمرات تانية ولا لا؟ انا عايز كله يشارك كله يساهم. فاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا وسهلا بيكم معنا مره تانية. خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء سلمى سيد زكي ومصطفى ابراهيم احمد عز العرب. سلمى قائده متطوعين. سؤال بقى هنا يا سلمى، ازاي بتقدروا تتعاملوا مع الناس رايح يسال على حاجه، ما فهمش اللي انت قلتيه قوي، او ما فهمش حد من التيم، متزرزر، متنرفز، مثلا قلتي له معلومه هو ما فهمهاش كويس فبيروح جاي، وانا عارف ان ده بيحصل طبعا، انا اول حد بيعمل كده بالمناسبه، باجي متزرزر، على فكره انت ما قلتليش، بتتعاملوا ازاي؟ ضبط النفس ده كده وطولة البال. هو احنا بنتعامل بابتسامة، يعني حتى لو الزائر بيجي مثلا متعصب ان هو فضل يدور كتير في المعرض ما لقاش الكتاب بتاعه. انت قلت لي صلاة واحد وطلع في صلاة اتنين، يا فندم انا قلت لك صلاة واحد، او صلاة اتنين، لا انت قلتي واحد. احنا بمجرد ان احنا بنتعامل بابتسامة، لو بنهدي مثلا من اليوم المرهق اللي هو بيعدي عليه بسبب ان هو بيلف وان هو بيعمل كل الحاجات دي فبالنسبة له ارهاق، تمام؟ فاحنا كل اللي بنعمله ان احنا بنبتسم في وشه وبنتكلمه بطريقه سلسه هاديه تماما، اللي هو مثلا لو حضرتك قلت المثال ان هو انا قلت له مثلا في صلاه اثنين وهو راح صلاه واحد ورجع لي قال لي ان انا قلت له صلاه واحد، لا ساعتها بقول له يا فندم لا انا قلت لك صلاه اثنين كذا 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 كذا، تمام؟ فاللي هو بيبدا يتوه ببدا مثلا ابلغ حد مستوعين في صلاه اثنين ان هو يبدا يتحرك معايا لصلاه اثنين ويشده للمكان اللي هو عايشه. فمثلا تقول له اتجه لصلاه اثنين وهتلاقي هناك زميلي مستنيك، وهلاقي فعلا حد مستنيني واخدني من ايدي وديني على دار نشر كذا. بالظبط يا فندم. الله،
دي حاجه لطيفه، ده احنا كنا بنتوه توهان مواليد، ما احنا ماشيين بقى كده على بركه ربنا الشباب. يعني بركه في الشباب. اه ماشي آه ده فعلا مش هزار والله، برافو عليك. وبعدين انا سعيد جدا بالمساله. طب انت ما حسيتيش انه يو الشغلانه دي تقيله وانا بنت وفلان الفلاني كويس وفعلا العلاني التاني ممكن يبقى لذيذ في نفسه بيستلطف بيستظرف، هتعملي ايه مع اللي بيستظرف يا سلمى؟ لا هو احنا المستظرف بنتعامله معامله يعني معامله عاديه، بس اكني وانا بعامله برسم حدود، يعني برسم حدود لكلامه. لا جدع تمام. بس لو بدا في كلامه بنبلغ الامن، وبعد كده بنبلغ الامن ده هو بقى بيبدا يتصرف معاه في المواضيع في الحاجات دي كلها. كويس جدا. احنا لينا خطوات بنمشي بيها يعني. دي روشته الشباب اللي بيحلو كده. طيب هنا هنروح لمصطفى، وهنا هسال برضو مصطفى على ايه بقى، على مساله أهمية التطوع لدى الشبان. يعني شيء مهم جدا، وكنت بقول لك طب واخواتي اللي موجودين ولا اولادي اللي موجودين في الصعيد ولا اللي موجودين في شرق الدلتا او في غرب الدلتا بعيد عن القاهره، هل احنا او كاداره بتقدروا انكم تتعاملوا معاهم انكم تشجعوهم على التطوع فما يحسش انه حقه مغبون؟ حاليا احنا بنشتغل على الموضوع ده في وحده السياسات في مكتب معالي الوزير من خلال طيب. اولا حوكمه العمل التطوعي في مصر، احنا عندنا منظومه واضحه موجود عليها كل الفرص التطوعيه اللي بتقدمها الدوله المصريه كلها من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للشباب اللي هيتم اعلانها قريبا ان شاء الله. ومن خلال الحوكمه دي بنبقى قادرين نقول احنا عندنا الفرص التطوعيه الموجوده في كل محافظات الجمهوريه قد ايه. طبعا زي ما كان في معرض الكتاب في القاهره في فعاليات وبطولات رياضيه كتير جدا كنا بنعملها في المحافظات المختلفه. حلو. وبيشارك فيها الشباب من كل المحافظات يعني، بجانب زي ما قلت لحضرتك دلوقتي احنا بنعمل حص للمشروعات بتاعتنا البرامج بتاعتنا احتياجاتنا. عندنا مشروعات كبيره على مستوى الجمهوريه بيشارك فيها المتطوعين الشباب في كل الجمهوريه، عندنا جواله، عندنا انديه تطوع في مراكز الشباب، عندنا متطوعين شباب يدير الشباب في مديريات الشباب في المحافظات. يعني احنا عندنا زي ما في القاهره زي ما في الصعيد تيم زي ما هنا في تيم، فاحنا بنحاول نقدر نشتغل على دوت. وبنقدر يعني من خلال بقى شغل تطوير السياسات بتاعتنا كدوله مصريه او حكومه مصريه من خلال الحوكمه ابلكيشن ان شاء الله منصه وطنيه للتطوع تكون موجوده. معالي الوزير اعلن الاتحاد الوطني للتطوع العمل التطوعي وبصدد اعلان تشكيله قريب، ففي جهود كبيره جدا بنعملها الفتره الجايه، بنحاول نشتغل بشكل علمي وشكل ميداني كويس. كل الشباب في مصر عايز يتطوع ياخد فرصه وده حقه، وده في اي دوله في العالم. احنا بنستهدف الفتره الجايه نوصل نسبه المتطوعين في المجتمع المصري من الشباب 45%، النسبه اقل من كده بكتير حاليا بكل الجهود دي. بس ان شاء الله خطتنا خلال الخمس سنين الجايين 2026 45% من الشباب المصري او من المجتمع المصري متطوعين. دي الخطه بتاعتنا الفتره الجايه، وان شاء الله من خلال الدعم بتوليد القياده السياسيه للشباب. لسه كنا جايين من منتدى الشباب يعني، وشباب اللي عاملين المنتدى برضه ومتطوعين وكل حاجه زي الفل زي الفل. فطبعا فالفكر الشبابي احنا بنشجع الشباب ان هو يكون مبدع مبتكر بيقدر يشتغل ياخد خبره العمل، ان هو طالب في المدرسه او طالب في الجامعه ما يجي يتخرج هياخد الخبره بتاعته منين؟ من خلال المشاركه في الفعاليات الوطنيه والرسميه. السيد المحترم مصطفى، السيده المحترمه، الفتاه المحترمه الصغيره سلمى، نورتوني وشرفتوني، سعيد بيكم جدا حقيقي. ربنا يطرح فيكم البركه ونشوفكم احلى واعظم واكبر من كده عشرات المرات، تحققوا كل اللي انتوا عايزينه، فتبقوا مثل طول الوقت للي اصغر منكم سنا ان هم يركبوا نفس القطر هو هو. بالتاكيد بالوقت هيبقى قطر اكثر حداثه ومتقدم اكثر. على ايامنا كان الموضوع مختلف، احنا كنا شايفينه رائع وجميل، على ايامكم واضح ان المساله احلى بكتير. شكرا جدا يا سلمى، شكرا جدا يا مصطفى، نورتوني وشرفتوني، شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. مفيش فاصل، خلصت الحلقه، ثواني ثواني يكون موجود معاكم كريم حالا، وهنتابع كريم رمزي في برنامجه رقم 10. انتظرونا لو كان لنا عمر، نتقابل بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.